أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف النهاردة المراجعة للنيرف الجزء الثاني والأخير من مجموعة المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش. فإحنا عندنا هنبتدي النهاردة بدرة هذه المحاضرة وهو الأكشن بوتنشال. طبعا الاكشن بوتنشال ده اهم حاجه. احنا كنا خدنا اخدنا سؤالين في النظري في المحاضره الماضيه، او موضوعين مهمين جدا، هما الفاكتورز افكتنج الافكتيفنس اوف ا ستيمولس والريستنج ممبرين بوتنشال، وخدنا طبعا موضوع اللي هو الشانلز. فنتوقع الله نبتدئ اكشن بوتنشال، وعاوز تاخدوا بالكم مش حاجه صعبه، هي بس موضوع يحتاج ان احنا نركز فيه شويه. الاكشن بوتنشال بحب طبعا زي ما بقول يبقى عندنا شويه نظام. فاحنا لما هنتكلم عليه في 7 نقاط. تعال نشوفهم مع بعض كده الايتمز بتاعتنا. لما يجي لك سؤال نظري اكشن بوتنشال وانت عاوز تاخد الفول مارك، تكلم 7 نقاط بس. على فكره لازم يطلبهم، يعني انت الاكسيتابيلتي تشينجز دي بالذات ما تكتبهاش الا اذا طلبها. النقطه السادسه، فنشوف احنا قلنا ايه هو الاكشن بوتنشال. قلنا ان الاكشن بوتنشال هو عباره عن رابيد، خد بالك كل كلمه ليها معنى، بروباجيتد يعني منتشر، تشينجز ان ذا ممبرين بوتنشال يعني تغيرات سريعه وهتمشي في الممبرين بوتنشال. بدليل انه بيسموا الاكشن بوتنشال ده ايه يا اولاد؟ بيسموه النيرف سيجنال، ومعناها الاشاره العصبيه، او النيرف امبلس، ومعناها بحب اقول لكم كل حاجه في عربياتنا النبضه العصبيه. يبقى اول نقطه في النقاط السبعه ايه هو الاكشن بوتنشال؟ هو الرابيد بروباجيتد تشينجز ان ممبرين بوتنشال، او سمبلي depolarization plus repolarization. سببها ايه بقى؟ نشوف بقيه الديفينيشن الجزء الثاني عشان تاخد فول مارك. threshold يعني كافي او يوصلني المدخل، or supra threshold stimuli. طيب ازاي احنا بنعمل له ريكوردنج؟ قلنا عادي زي ما كنا بنريكورد ال resting membrane potential. فاكر كنا بنحط 2 microelectrodes متصلين بفوليوميتر، لو كنت فاكر كنا قلنا فوليوميتر، او حتى بنحب نستخدم الكاثود ري اوسيلوسكوب، يعني الكاثود ري اوسيلوسكوب بيبقى حتى احسن. وانا عاوز حتى اوريكم صوره للقصه، اتمنى تبان اهي اهو ده ازاي بنسجل التغيرات الكهربائيه في النيرف. زي ما انتم شايفين 2 electrodes، حتى الكترود بنحطه على الاوتر سيرفيس، والالكترود الثاني بيبقى في شكل كده، ده طبعا احنا مكبرينه، هو في شكل بيبيت صغيره، مايكرو بيبيت بتبقى انتروديوسد على الانر سيرفس اوف ذا ممبرين. وطبعا عشان تتصل بالانر سيرفس اوف ذا ممبرين بيبقوا حاطين فيها بوتاسيوم كلورايد. ده طريقه قياس الكهرباء. يبقى 2 microelectrodes، حتى اديك عرفت معلومات اكتر، ان الانر الكترود اللي مدخله جوه بيبقى في صوره مايكرو بيبيت فيها بوتاسيوم كلورايد، متصلين بفولت ميتر يعني بيقيس الفولت، فولت ميتر، او بالكاثود ري اوسيلوسكوب اللي هو سنسيتيف جالفانومتر. ده ريكوردنج. طيب النقطه الثالثه، تايبس اوف اكشن بوتنشلز. في عندي 3 انواع من الاكشن بوتنشلز. هبتدي بالنوع الاهم وهو المونو فيزيك، وهنفهم يعني ايه مونو فيزيك دلوقتي. ثم النقطة الرابعة الديسكريبشن هنوصفه، ثم النقطة الخامسة الايونيك بيزيس، ودي أهم نقطة على فكرة. أوعى تشرح أي أكشن بوتنشال في النيرف أو في السيركوليشن أو وات ايفر لو ما قلتش الايونيك بيزيس، أنت فقدت نص السؤال. This is the most important point، الايونيك بيزيس. الإكسيتابيلتي تشينجز دي ما تكتبهاش إلا إذا طلبها منك، قال لك أكشن بوتنشال وإكسيتابيلتي تشينجز. ثم يكمل النقطة السابعة اللي هي الكاركترز. يبقى الأكشن بوتنشال بنشرحه في 7 نقاط. يبقى هو سمبلي قلنا depolarization plus repolarization. ونبتدي بقى، ده كانت مقدمة اكشن بوتنشال. انت دلوقتي
ما فكروا زمان ازاي يسجلوا الاكشن بوتنشلز. فكر معايا، لو حطينا 2 الكترودز بتوع الفولت ميتر على 2 بوينتس على الاوتر سيرفس اوف ذا ميمبرين، وبعدين اديت الكتريكال ستيمولس، فهتطلع النيرف امبلس او النيرف سيجنال هتمشي بهذا الاتجاه، يبقى هتتسجل مره تحت لما بمر تحت الفيرست الكترود، وهتتسجل مره تانية لما بمر تحت السكند الكترود. يبقى تسجل كم مره يا اولاد؟ 2، فيسموها 2، يبقى باي يعني 2، باي فيزيك اكشن فرينج. وده ما حدش بيحبه ولا حد بيسجله، وبستغرب لما زميل فاضل يسال فيه. واحد يقول لي ليه ما بنحبوش؟ لا مفكر، احنا الاشاره العصبيه سريعه جدا يا اولاد، بتفهم عربي، فقبل ان يفرغ الالكترود الاول من تسجيل التيارات الحادثه عنده، بتكون التيارات بدات عند الالكترود الثاني، فبيحدث تداخل. يعني الاولاني لسه ما خلص التسجيل للتغيرات الكهربائيه اللي بتحصل عنده، بتكون التغيرات بدات في السكند، فبيحصل كونفيوجن. عشان كده العالم كله ما حدش بيسجل باي فيزيك اكشن بوتنشال. امال بيسجلوا ايه بقى؟ والاهم وهو اللي بيجي في النظري، عاوزين نسجل التغيرات الكهربائيه عند نقطه واحده بس، فنسميها في الحاله دي مونو فيزيك. طب سهله، يبقى نحط التو الكترودز على نقطه واحده على النيرف، زي ما وريتكم في الرسمه، الكترود على الاوتر سيرفيس والكترود الثاني على الانر سيرفيس اللي هو قلنا مايكرو بيبيب بيبقى جواها بوتاسيوم كلورايد، حط واحد بره واحد جوه. فلما الاشاره العصبيه هتمشي هتمر، بتفهم عربي، بكليهما في ان واحد، فتسجل مره واحده. طالب ذكي قال لي طيب ما انت اول ما تحط الكترود بره والكترود جوه، المؤشر هيشاور بتاع الفولت ميتر او السنس اوف جالفانومتر اللي هو عمله الالمان، فبيسموه كاثود ري اوسيلوسكوب، بيكتبوه حتى بالكي، الالمان ما بيكتبوش بالسي، لو بالانجلش تبقى سي كاثود ري اوسيلوسكوب سي ار او، انما لو بالالمانيه بتبقى كي ار او. هنحط، سيبك من دي دلوقتي. يبقى المهم هنجيب التو مايكرو الكترودز حاطينهم على 1 بوينت ومتصله بفولت ميتر اللي هو اهم واحد فيهم اللي هو الكاثود ري اوسيلوسكوب اللي هو سنس اوف جالفانومتر. فطالب قال لي ما انا مجرد ما احط التو الكترودز على 1 بوينت، انت قلت لنا ان في بوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين في العصب، احسن الاعصاب اللي هم الاي الفا بيبقى ماينس 90، فاكرين حلو يا اولاد، ملي فولت، فالمؤشر هيشاور على ناقص 90 ملي فولت. يبقى احنا لسه ما بدأناش تجربه، احنا جهزنا بس، جبنا النيرف الكتروب بره الكتروب جوه متصلين بفولت ميتر، قال ان في فرق جهد ماينس 90، يبقى ماينس 90 دي نقطه البدايه، دي مش جزء من التغير. مستعدين؟ ايوه، يلا نتوكل على الله. ادي ستيمولس للنيرف عشان تطلع نيرف امبلس. طالب قال لي انت قلت لنا ان احنا وي بريفير انهي نوع من الاستيمولاي؟ طالب قال لي اقول لك انا، الالكتريكال ستيمولاي، هندي الكتريكال ستيمولس. فاول ما هدي الكتريكال ستيمولس هيحصل في موضع الاستيمولس دي بولاريزيشن في النيرف، مش هتتسجل غير لما هذا الدي بولاريزيشن يوصل لموضع الالكترودز. كويس؟ ازاي بقى هنشرح الاكشن بوتنشال؟ في كذا طريقه لشرحيها يا اولاد، انا هفضل النهارده، وهتلاقي كل محاضره ساعات بغير طريقه الشرح، هشرحه في ثلاثه نقاط. ان اول ما بدي الاستيمولس، المؤشر بتاع الفولت ميتر بيتهز اهو، بيعمل ستيمولس ارتيفاكت، خلل بسبب اعطاء المؤثر، يبقى دي نمره واحد وهنفسرها. وبعدين لما يوصل الكهرباء للالكترودز هتتسجل. طب 100% هيمضي زمن عبال ما الدي بولاريزيشن يمشي 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 يوصل الالكترودز، بنسميها ليتن بيريود. وبعدين لما توصل الكهرباء للالكترودز هنسجل السبايك بوتنشال اللي هو عباره عن دي بولاريزيشن وريبولاريزيشن، حتى هيجي بعديها حاجه اسمها
هايبربولاريزيشن. تمام يا اولاد؟ وعليه يبقى انا هشرح النهارده الاكشن بوتنشال بطريقه ثانيه جميله وبسيطه جدا للطالب اللي عاوز ياخد امتياز في النظري. في نقطه الديسكريبشن هيتكلم على ثلاث نقاط. قلنا لما اديت الالكتريكال ستيمولس النيرف اتهز المؤشر بتاع الفولت ميتر وعمل لي خلل في وقت اعطاء المؤثر اسمه ستيمولس ارتيفاكت. ثم لما وصلت الكهرباء قعدنا مستنين وصولها سمينا ده ليه تمبير، دي نمره 2. ثم لما بدا تسجيل الكهرباء اتسجلت في مراحل ثلاثة، يبقى حتى حلوه ثلاث حاجات، 1 2 3 ونمره 3 اللي هي تسجيل الكهرباء اللي هو الاهم بقى اللي عليه النمره 3. دي بولاريزيشن اللي هو الاسندنج ليم، ري بولاريزيشن اللي هو الديسندنج ليم، ويعقبه هايبر بولاريزيشن. يبقى ثلاث نقط: ستيمولس ارتيفاكت، ليتن بيريود، وبعدين الاكشن بوتنشال اللي هو ثلاث اجزاء دي وري وهايبر بولاريزيشن. طيب عايزين بقى ناخد الفول مارك مع شرط مستعشق النظام. في الستيمولس ارتيفاكت هتكتب تحتيه جملتين. ايه اهميته؟ يعني ايه اهميه ان انا ساعه ما اديت المؤثر حصل شخبطه خفيفه تهز المؤشر، لما اديت المؤثر اتهز المؤشر بتاع الفولت ميتر وعمل لي ستيمولس ارتيفاكت. اول جمله هتكتبها انه it indicates the time of application of the stimulus. قال لي انا امتى اديت الستيمولس. طب نيجي النقطه الثانيه وهي الاهم، طب ايه سببه؟ سببه بسيط خالص، احنا جايين نسجل كهربه النيرف. تمام، استخدمنا انهي نوع من المؤثرات؟ طالب قال لي احنا اتفقنا على الالكتريكال ستيمولس. فاللي حصل ان جزء من كهربه الستيمولس تسربت لمنطقه الالكترودز وخلت المؤشر يتهز، لان احنا استخدمنا الالكتريكال ستيمولس. وطالب قال لي انا فاهم، انت كنت قلت لنا ان كهربه الاستيمولس دي سريعه جدا زي كهربه المنزل لانها الكترونز، بينما كهربه النيرف نسبيا بطيئه لانها اينز. فلسه كهربه النيرف اللي جايين نقيسها، خدوا بالك ما تلخبطش، احنا جايين نقيس كهربه النيرف، كهربه النيرف مش كهربه الاستيمولس. لسه كهربه النيرف دي بولاريزيشن اللي حصل في النيرف ما اتحركش لسه، اهو في مكانه. كان كهربة المؤثر اللي احنا مش جايين نقيسها لانها الكترون سريعة جدا وصلت لمنطقة الالكترودز وسببت هذا الاستيمولس ارتيفاكت. يبقى تحت الاستيمولس ارتيفاكت، يلا احفظ معايا، هنكتب جملتين: It indicates the time of the stimulus، التايم اوف ابلكيشن اوف ذا ستيمولس، وتاني نقطة: It's caused by current leakage، تسرب التيار current leakage from the electrical stimulus. طيب كده قلنا حاجة من التلاتة. طيب عبال ما الدي بولاريزيشن اللي حصل في النيرف يوصل لمنطقة الالكترودز ويتسجل، نحن في حالة انتظار يسموها latent period، مرحلة خمول، انتظار latent period، لما توصل هنسجل بس لسه ما وصلتش. الليتن بيريود دي يا اولاد تعتمد على ايه؟ هتكتب تحتيها جملتين، تعتمد على شيئين: الديستانس، المسافه ما بين الاستيمولس والريكوردنج الكترودز نمره 1، والفيلوسيتي اوف نيرف امبلس، سرعه الاشاره العصبيه. طالب قال لي عندك طريقه سهله افهمها لنا بيها؟ طبعا، حضرتك هتخرج من منزلك ورايح مشوار معين، هتوصل امتى؟ الفسيولوجي كما الحياة يا أولاد، ذلك يعتمد على شيئين. إمتى أوصل من نقطة A لنقطة B؟ ده بيعتمد على حاجتين، افتح ودنك: المسافة الديستانس، والسرعة الفيلوسيتي. طب ما نفس الكلمة، إمتى التغير الديبولاريزيشن اللي حصل عند الستيمولس ارتيفاكت في النيرف هيوصل لمنطقة الإلكترودز في النيرف وتتسجل؟ depends على الديستانس، المسافة ما بين الاستيمولس والريكوردنج الكترودز والفيلوسيتي. وعليه بيجي لنا مسألة في الام اس كيو، يبقى أهميتها إيه؟ لو أنت اديتني الديستانس، اديتني المسافة والزمن، أقدر أعرف السرعة.
كلام بتاع اطفال. وهي دي الطريقه يا اولاد اللي عرفوا بيها سرعات، محدش سائل فيكم نفسه هما ازاي عرفوا سرعات النيرف امبلسز في النيرف. عادي خالص، هو اي سرعه في الدنيا بيعرفوها ازاي في الحياه في ثالثه ابتدائي. لو اديتني المسافه والزمن اجيب لك السرعه. واحد قال لي طب ادينا مثال سهل، انا انتقلت من نقطه ايه مدينه ايه المدينه بي، المسافه 300 كيلومتر، حلو ده المسافه، وصلت بعد 3 ساعات، ده الزمن، يبقى قطعت 300 متر المسافه في زمن قدره 3 ساعات. تقدر تجيب السرعه؟ سهله جدا، نقسم المسافه 300 على الزمن اللي هو 3، يبقى كانت سرعه السياره 100 كيلومتر في الساعه. طب ما نفس الفكره، لو احنا عرفنا المسافه ما بين الاستيمولس والريكوردنج الكترود، ادي المسافه، والزمن اللي هو بتاع الليتن بيريود، عندي مسافه وزمن، اقدر اعرف سرعه الامبلس اللي هو النيرف امبلس. فسهله جدا. يبقى لما يجي لك المساله دي في الام اس كيو هتقسم المسافه، ده مش 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 مساله فيسيولوجيا يا اولاد، قلت بتاع الثالثه ابتدائي، هتقسم المسافه على الزمن يطلع لك السرعه. طيب نيجي للجزء الثالث وهو الاهم بقى. يبقى اتكلمنا على الاستيمولس ارتيفاكت نمره 1، ليتن بيريود نمره 2، وقلنا اهميتها حتى فتره القمول دي العالم استفاد منها، حسب منها سرعات النيرف امبلس. ثم وصل الديبولاريزيشن الى منطقه الالكترودز. فاما وصل الديبولاريزيشن حصل ايه بقى؟ ابتدى يتسجل. حصل ازاي الديبولاريزيشن؟ انت فاهم قلناها ازاي؟ ان في الديبولاريزيشن قلنا اللي بيحصل انه الصوديوم بيدخل، بتزيد البرميابيلتي للصوديوم، فلما يدخل الصوديوم يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يخلي جوه يزيد عن بره 35. فبدل ما المؤشر مشاور على ناقص 90، لما دخل الصوديوم وبقى جوه بوزيتيف، المؤشر طلع 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 شاور على 35. يبقى رسم ascending limb بيمثل ظاهره الديبولاريزيشن. يبقى في الديبولاريزيشن قلنا ايه اللي بيحصل؟ انه بدل ما جوه نيجاتيف وجوه وبره بوزيتيف، لما دخل الصوديوم خلى العكس، خلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، فالمؤشر بدل ما هو مشاور على ناقص 90 بقى جوه بوزيتيف، فبقى يشاور على زائد 35. فرسم لي اسندنج ليم بيمثل ظاهره الديبولاريزيشن. دي اول حاجه في الاكشن بوتنشال، واهم حاجه على فكره، لان قلنا الديبولاريزيشن هو ده اللي بيخلي العضله تنقبل والغده تفرز والمخ ينضح بافكاره. مرورا بنقطتين تاريخيتين، لازم في الاسندنج ليمب ده تشعر نقطتين. النقطه الاولى عشان ينتقل من ناقص 90، كلام بديهي يا اولاد، يروح لزائد 35، لازم يمر بنقطه الصفر، يسموها حتى ايزو بوتنشال. ايزو في اللغه، ايزو يعني متساوي، يعني الكهرباء الشحنات بره زي جوه، واحنا بنحسب الفرق بنحسب الفرق، فيبقى الفرق زيرو. فالزيرو معناها ايزو بوتنشال. تفيدنا في ايه دي؟ في حساب قوه التغير، قوه الاكشن بوتنشال. طالب قال لي ادينا الامثله السهله بتاعتك، قلت له طب حاجه فكر معايا، لو انا قلت لك ان درجه الحراره دلوقتي في تورونتو 7 تحت الصفر، هي مش كده، هي الحمد لله ادفى كتير، وبعدين بعد شويه الدنيا دفت وبقت درجه الحراره 8 فوق الصفر، يبقى كم التغير قد ايه؟ كانت تحت الصفر، ادي الصفر تحتيه ب7، بقت فوق الصفر ب8، يبقى كم التغير؟ نعمل نجمع، ناقص 7 لصفر ادي 7، و7 وصفر ل 8 يبقى 15. يبقى فهمت قيمه الايزو بوتنشال دي؟ بتساعدنا في حساب قوه التغير، ان احنا كان فرق الجهد ناقص 90 بقى زائد 35، يبقى قوه التغير قد ايه؟ ناقص 90 لصفر ادي 90، وكمان 35 يبقى 125. يبقى البوتنشال تشينجز، قوه السبايك، قوه الاكشن بوتنشال 125 ملي فولت. يبقى حسبناها ازاي؟ يبقى كان لازم يبقى ننقص في الاعتبار الايزو بوتنشال نقطه الصفر، ان كنا عند ناقص 90
لصفر ادي 90 وطلعنا فوق الصفر ب 35 يبقى 90 و 35 يبقى 125. زي بالظبط لما اقول لك درجه الحراره كانت ناقص 7 بقت زائد 8 يبقى كم التغير في درجه الحراره قد ايه؟ تجمع مش تطرح ناقص 7 لصفر وعليهم كمان 8 يبقى 15. نيجي النقطه الاهم بقى يا اولاد وهي الفايرنج ليفل. الفايرنج ليفل دي بتفصل الاسندنج ليمب الى قسمين. طالب عنده قوه ملاحظه قال لي القسم اللي قبل الفايرنج ليفل بيبقى الديبولاريزيشن بيحدث ببطء اللي انا ماشي معاه بالليزر. بعد الفايرنج ليفل بيبقى الديبولاريزيشن بيحدث بسرعه رابيد، يعني هنا بطيء وهنا رابيد. ايه قصه الفايرنج ليفل بقى؟ تعال احكي لك القصه، قصه جميله خالص وهتامل هو ليه الراجل سماها الفايرنج ليفل. يبقى قبل الفايرنج ليفل كان الديبولاريزيشن سلو، بعد الفايرنج ليفل الديبولاريزيشن رابيد. لان حقيقه الامر لما حضرتك بتدي ستيمولس افتح ودنك معايا بيفتح سام فولتج جيتد صوديوم شانلز، بعض الفولتج جيتد صوديوم شانلز، شوف من روعه الخلق والخالق، فيدخل شويه صوديوم جوه يعملوا ديبولاريزيشن صغير، الديبولاريزيشن ده يفتح مور صوديوم شانلز فيدخل مور صوديوم، يحصل مور ديبولاريزيشن يفتح مور اند مور صوديوم شانلز فيدخل مور اند مور صوديوم يعمل مور اند مور ديبولاريزيشن يفتح شانلز اكتر لحد عند الفايرنج ليفل. يا اولاد هي النقطه اللي بيفتح عندها اول صوديوم شانلز، كل الصوديوم شانلز تفتح. يبقى في الام اس كيو افهم الاول في امالك مش تعرف الاجابه، ان كانما المؤثر الاستيمولس يا اولاد بيعمل جزء من التغير، يعني يفتح بعض التشانلز والتغير بيكمل نفسه، التشانلز بتفتح بعضها خلاص، يعني الستيمولس يفتح شويه فالشويه يدخلوا يعملوا ديبولاريزيشن الصوديوم يفتح مور تشانلز يدخل مور صوديوم مور اند مور ديبولاريزيشن لحد ما عند الفايرنج ليفل يفتحوا كلهم. يبقى كأن ان العمليه سيلف ريجينيتيف، يعني هي ماشيه روحها، الاستيمولس يعمل جزء من التغير والتغير يمشي نفسه، يبقى دي في الام اس كيو صح. It is a self-regenerative process. تاني واحدة صح برضه، It is a positive feedback, positive. يعني الديبولاريزيشن يفتح شانل والشانل يعمل مور ديبولاريزيشن والديبولاريزيشن يفتح مور شانل اند سو اون. حتى عشان اقولها لك بطريقة جميلة يا اولاد، هو ليه الراجل سماها فايرنج ليفل؟ أنا معجب بالأوثر المؤلف اللي اختار كلمة فايرنج ليفل، بس التشبيه يمكن يبقى فيه مزاح شوية. لنفرض حضرتك بس اوعى تعمل كده، قررت تشعل النيران في البيت عندك في الشقه بتاعتك، متضايق منهم قلت هولع في الشقه. محدش قال انك تولع في اساس في جزء، انت حضرتك تشعل النار في كرسي وكومود كام حاجه كده وهي هتولع روحها، هتلاقي في الاخر الشقه كلها ولعت، يبقى حضرتك عملت جزء من التغير. ولعت في كذا حاجه وهم راحوا مولعين كله، هو ده اللي حصل بالظبط. عشان كده انا بسجل اعجابي بالاوثر اللي اختار كلمه فايرنج ليفل، انها فعلا زي الفايرنج ليفل، ان الاستيمولس بيفتح شويه شانلز وهم دخل الصوديوم عمل ديبولاريزيشن فتح مور شانل لحد عند الفايرنج ليفل كلها ولعت، كل الشانلز فتحت. فهمت بقى تعبير فايرنج ليفل؟ ورقم شوف بالاحمر اهو، اوعى تنساه ما حييت. في حاله الاي الفا فايبرز انه بيختلف قلنا من فايبر لاخر. الفايرنج ليفل بيبقى عند ناقص 65 ملي فولت. يبقى ما هو الفايرنج ليفل؟ كل ده في الام اس كيو صح؟ جاوب في الام اس كيو. It is the point at which all sodium channels are open. صح؟ 100%. It is the point at which the action potential is automatically generated. لما كلهم فتحوا هيدخل بقى الصوديوم كله وتبقى العملية سريعة جدا، هجمة عنترية بقى، كل الصوديوم شانل فتحوا دخل كل الصوديوم كمل الأكشن بوتنشال. It is the point at which the sodium permeability اللي هي conductance sodium exceeds the permeability to potassium. لأن احنا قلنا في الوضع الطبيعي الممبرين بيفوت البوتاسيوم 20 ل 100 مره عن طريق الليكج بوتاسيوم شانلز.
عند الفايرنج ليفل لما بتفتح كل الصوديوم شانل بيبقى البرميابيلتي للصوديوم بتزيد. ما عليكوش الارقام دي 5000 مره عن الطبيعي. طب عند الفايرنج ليفل يبقى البرميابيلتي زاد للصوديوم واوريدي هي زايده البوتاسيوم، بيبقى البرميابيلتي للبوتاسيوم قد الصوديوم. ما عليكش الرقم ده 1000 مره. ده كان الاول هو زايد، لما زاد البرميابيلتي للصوديوم جدا بيقول لك ان البرميابيلتي عن الفايرنج ليفل في بعض الكتب مش علينا ما بتجيش بيبقى اكتر 1000 مره من البوتاسيوم. يبقى هي في الام اس كيو عليك انك تعرف ان الفايرنج ليفل ده تاني بقى يا اولاد هو البوينت ات ويتش اول صوديوم شانلز ار اوبن اول اهي ذا بوينت ات ويتش ذا برميابيلتي تو صوديوم ذا كوندكتانس تو صوديوم اكسيدز البرميابيلتي اند كوندكتانس تو بوتاسيوم. مش مهم تعرف 1000 مره، تمام؟ فبتبص تلاقي ان تخيل بقى عاوزك عند قوه تخيل كل الصوديوم شانل فتحه هنا فيروح داخل الصوديوم هدم عنتريه، فعشان كده دي بلازيشن بعد ما كان بيحصل ببطء يحصل رابيد. فالفايرنج ليفل هي النقطه اللي بتفصل السلو بارت اوف الاسندنج ليم اوف دي بلازيشن عند الرابيد بارت اوف اسندنج ليم الدي بلازيشن. لان هنا في الاول كان فاتح سم شانلز وعشان كده الموضوع ماشي سلو، حتى الاس مع الاس سلو لان كان في سام شانلز، وبعدين بقى رابيد لان اول شانلز فتحت. وعند زائد 35 بالظبط انتوا فاهمين بيقفل الانر جيت بتاعه الصوديوم شانلز. طيب بعدين ناخد الجزء الثاني بقى اللي هو ريبولاريزيشن، قفل الصوديوم وفتح فاكرين الفولتج جيتد بوتاسيوم بوتاسيوم شانل، فيخرج البوتاسيوم يعمل لي تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، يبقى يرجعني تاني للبولاريز ستيت اللي هو بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، يبقى نسمي ده ريبولاريزيشن. وبرده الديسندنج ليم اللي بيمثل ريبولاريزيشن بينقسم الى قسمين، اول 70% بيبقوا رابيد اهي وابتدت بقى البوتاسيوم شانل تقفل، فال 30% اللي فاضلين هتبقى سلو. ده حتى لطيفه في الحفظ يا اولاد. يبقى سواء الدي بولاريزيشن اللي هو الاسندنج ليم او الري بولاريزيشن اللي هو الديسندنج ليم بيبقى في الاول سلو بعدين رابيد، الحته اللي تحت سلو بعدين رابيد فوق. هنا نفس الفكره، الحته اللي فوق 70% بس هنا هيبقوا الاولانيين رابيد والحته اللي تحت هتبقى سلو. يبقى سهله، يبقى تقول الاسندنج ليم ريبريزنتس دي بولاريزيشن، كل كلمه سؤال في الام اس كيو سببه فولتج جيتد صوديوم شانل، اما الديسندنج ليم ريبريزنتس ريبولاريزيشن سببه فولتج جيتد بوتاسيوم شانل، هنا سببه صوديوم انفلكس دخول الصوديوم، هنا بوتاسيوم افلكس خروج البوتاسيوم. وده بيجي في الام اس كيو، تبقى حافظ الكلمه ان يعني جوه، صوديوم انفلكس دخول الصوديوم الصعبه، هنا بوتاسيوم افلكس. والجمله اللي بتيجي في الام اس كيو ان الجزء الاولاني بيبقى سلو وبعدين رابيد في حاله الصوديوم، هنا رابيد 70% وبعدين سلو. طب نيجي الجزء الثالث بقى في الاكشن بوتنشال، لان يا اولاد البوتاسيوم شانلز قلنا عندها جيت واحده بتفتح هي نفس الجيت وتقفل، ما بيلحقوش يقفلوا كلهم عند ناقص 90 عند الريستنج ممبر بوتنشال، لسه في شويه فاتحين، فبيتسرب شويه بوتاسيوم اكتر من اللازم اهي. حتى بص بقى انا عاملين لك رسمه حلوه قوي، تسرب بوتاسيوم اكتر من اللازم فمش رجعنا للبولاريز ستيت، حصل هايبر بولاريزيشن هايبر بولاريزيشن بسبب خروج بوتاسيوم اكتر، فحصل هايبر بولاريزيشن وبعدنا عن الفايرنج ليفل بعد ما بقينا عند ناقص 90 اللي هي كان المفروض نقطه اللي نرجعها عند ناقص 90، رجعنا لما هو ما بعد الناقص 90 اهي سي مثلا عند ناقص 100، تمام؟ فدي سموها هايبر بولاريزيشن. ايه سببها؟ سببها ان سام بوتاسيوم شانلز ار ستيل اوبن، ليه؟ لان هم سلو ففي ما بلحقوش يقفلوا عند النقطه الصح عند ناقص 90، لسه في شويه مفتوحين فتسرب منهم بوتاسيوم فخرج البوتاسيوم وعمل هايبر بولاريزيشن. هنا بقى اعلمكم حاجه للزملاء الاصغر سنا اساسا، مده السبايك ومده الهايبر بولاريزيشن دي لازم تقولها انت. السبايك قلنا حسب نوع النيرف بيبقى من نص ل 2 ملي سكندز، ده مده السبايك. قلنا ليه سموه سبايك؟ عشان شكله زي الشوك اهو اللي هو الدي بولاريزيشن
والرابيد بارت اوف ريبولايزيشن هو ده اللي يطلقوا عليه السبايك، الجزء الرابيد ده. اما مده الهايبر بولايزيشن اوعى تنساها 40 ملي سكند. يعني انا حتى مش راسمها بتمثيل بياني صح، يعني اذا كان السبايك من نص لاتنين ده بقى بيبقى اديها يعني لو اتنين حتى بقى اديها 20 مره اللي هو الهايبر بولايزيشن. انا هنا عاوز اشرح للزملاء الاصغر سنا والاوائل من حضراتكم حاجه، هو ليه البوتاسيوم ليك شانلز بتاعت بولاريز ستيت سماها هوجكن وهوكسلي انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، انها بتدخل بوتاسيوم. الاجابه هي صادق، لانه الهايبر بولايزيشن بياخد مده اطول بكتير من السبايك. طب البوتاسيوم اللي خرج زياده ده بعد ما يقفل، بعد ما يقفل الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل، مين اللي هيرجعه تاني المكان الحقيقي جوه؟ اللي نون جيتد، اللي فات على طول، اللي هو البوتاسيوم ليك شانلز. يبقى في معظم الاونه انت عندك هتلاقي في معظم الوقت لو اتفرجت على الليك شانلز هتلاقيها في الهايبر بولايزيشن اللي هي مدتها طويله بتدخل بوتاسيوم اللي خرج زياده، بتدخل. عشان كده سموها inward rectifying potassium channel. rectifying يعني اتجاه مستقيم، inward rectifying potassium channel. دي نقطة للزملاء الأصغر سنا، ليه سموا البوتاسيوم ليك شانل معناها في البولاريستي بتخرج بوتاسيوم، ليه سموها inward؟ لأن في الأكشن بوتنشال مدة الهايبربولاريزيشن أطول مدة السبايك بكتير. لو قلنا لو خدنا دي 2 ملي سكند ودي 40 هتبقى دي 20 مرة. البوتاسيوم الزيادة ده اللي خرج وعمل هايبربولاريزيشن بسبب ان الفولتج جيت البوتاسيوم شانل بتقفل ببطء فبتسرب منها بوتاسيوم كتير. طب بعد ما تقفل مين هيدخل ده؟ مين هيدخل ده؟ الليك شانل اللي ملهاش جيت. فعشان كده سموها inward rectifying potassium channel. والاوائل في حاجه تاني بيدخل بوتاسيوم. طالب قال لي انا فاكر الصوديوم بوتاسيوم بامب. دي الاجابه النموذجيه للديسكريبشن اوف اكشن بوتنشال يا اولاد. يبقى انا دلوقتي هسيبك تسمع الفيديو بس هقول لك النقاط الاساسيه. يبقى هتتكلم ثلاث نقاط، ستيمولس ارتيفاكت، وبعدين لحد ما يوصل التغير الالكترودز في ليتم بيريود، وبعدين النقطه الثالثه هتتكلم على الاكشن بوتنشال. الثالثه الاكشن بوتنشال هترجع تقسمها لثلاثه، يبقى حلوه ثلاثه ستيمولس ارتيفاكت ليتم بيريود واكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال تقسمه لثلاثه اللي هو ascending limb بيمثل depolarization وسببه الفولتج جيتد صوديوم شانلز الصوديوم influx، وبيبتدي في الاول بيبقى slow عشان بعض الشانل بس فاتحه صم، وبعد الفايرنج ليفل بيبقى rapid عشان all channels are open. ثم تاني جزء في الاكشن بوتنشال عندنا descending limb اللي بيمثل repolarization اللي سببه الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل او بوتاسيوم اي فلكس، وبيبتدي في اول 70% رابيد وبعدين بيبقى سلو. ثم الجزء الثالث اللي هو الهايبر بولاريزيشن بسبب بطء الفولتج جيت بوتاسيوم شانل في الاف سربت بوتاسيوم بره فعملت هايبر بولاريزيشن بيقعد 40 ملي سكند مقارنه بمده السبايك دي عاده تبقى حافظها 2 ملي سكندز. مين هيرجع تاني البوتاسيوم اللي خرج زياده؟ حاجتين، اللي ملهاش جيت البوتاسيوم ليك شانل عشان كده سموها انوردز تبقى فاهم، والبوتاسيوم صوديوم بامب. طيب نيجي بقى لاهم نقطه قلنا، يبقى اتكلمنا ما احبش نتوه، اتكلمنا على الديفينيشن، واتكلمنا على الريكوردنج، واتكلمنا على الديسكريبشن. ثلاث نقط. نقطه رابعه هي الاهم على الاطلاق يا اولاد، وهي الايونيك بيزس. لو جالك اكشن بوتنشال وما شرحتش الايونيك بيزس مش هتاخد نص نمره ضاعت. اتنين، ان اهم حاجه في الام اس كيو يا اولاد هي الايونيك بيزس، وهنا في رسمه رائعه حتى نعطي الى كل ذي حق حقه. الرسمه دي انا خدتها من زميل هنا في نورث امريكا، هي الرسمه الاشهر في العالم دي مش رسمتي، وانا ما احبش كل حاجه نرد الى كل ذي حق الحق، ده جزء من الاخلاق ان لما حاجه حد اداها لنا نقول دي بتاعته مش بتاعتنا احنا. وهي اهم رسمه بتجاوب كل اصعب ست اسئله في الايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال، تبقوا عارفينها دي كويس قوي قوي يا اولاد. تمام،
طيب احنا دلوقتي عشان تبقى عارف في النقطه الخامسه اكشن اللي احنا اتكلمنا تاني عشان ما تتوهش على الديفينيشن ريكوردنج التايبس اوف اكشن بوتنشال نمره 3 الديسكريبشن 4 الايونيك بيزس نمره 5. بص معايا الراجل ده عمل فكره رائعه جدا. فرض ان انا عندي للتبسيط 2 فولتج جيتد صوديوم شانلز ليه واتنين بوتاسيوم شانل عشان لما نلاقيهم الاثنين فاتحين نقول اول شانلز فاتحه واحده بس اللي فاتحه نقول سام شانلز اثنين قافلين يبقى اول شانلز كلوزد. فهمت ليه اختار اثنين للتبسيط؟ اثنين صوديوم واثنين بوتاسيوم الاثنين فاتحين يبقى كلهم اوبن اثنين قافلين يبقى كلهم كلوزد واحده وواحده تبقى سام. وبعدين قسم الى ستة مراحل كل مرحله بتيجي سؤال ام اس كيو ده اهم اسئله وورد وايد في الام اس كيو بتجاوبهم هذه الرسمه اللي هو الريستنج ممبر بوتنشال دي مرحله اولى الاسندنج ليم اللي هو الديبولاريزيشن قسمها لحتتين الجزء اللي سلو اللي هو قبل الفايرنج ليفل والمرحله الثالثه الجزء الرابيد ثم المرحله الرابعه اللي هو الريبولاريزيشن هنا ما قسمهاش خد الديبولاريزيشن حته واحده لان حتى الجزء اللي سلو زي الهايبر بولاريزيشن عشان كده بدل الجزء اللي سلو خد الهايبر بولاريزيشن ثم الرجوع للريستنج ممبر بوتنشال مره اخرى. كل نقطه من السته دي سؤال ام اس كيو اذا ما عرفتوش من هذه الرسمه عمرك ما انت بتجاوب حاجه. ركز بقى معايا من فضلك كويس جدا. النقطه الاولى في اثناء الريستنج ممبر بوتنشال ما هو وضع الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز؟ الاجابه في اثناء الريستنج الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز ار كلوزد هما الاثنين كلوزد. طب سؤال داخل سؤال الفولتج جيتد صوديوم شانل قافله بانهي جيت؟ علمتها لكم بطريقه حلوه ان اساسا الصوديوم موجود اوتسايد ذا نيرف يبقى الاليق هي قافله عشان ما الصوديوم اللي بره ما يدخلش يبقى تقفل باللي بره بالاوتر جيت يبقى اللي قافل في حاله الفولتج جيت الصوديوم شانل هو الاوتر جيت بينما البوتاسيوم اساسا جوه النيرف اساسا جوه النيرف فهي عاوزه تمنع خروجه يبقى الاليق ان احنا نقفل بالانر جيت وخد بالك افتح ودنك وهي ما عندهاش غير جيت واحده الفولتج جيت البوتاسيوم شانل عندها جيت واحده قلنا رقم الساعد في البوتاسيوم واحده وربنا حطها في الموضع المناسب جوه انما الصوديوم اللي عندها اثنين. طيب حاجه مش سؤال قصادنا دلوقتي بس اكمل الصوره امال في اثناء الريستنج ممبر بوتنشال مين اللي فاتح؟ اللي مالوش جيت اللي هو البوتاسيوم ليك شانلز. طيب نيجي المرحله الثانيه قبل الفايرنج ليفل هم جاوب السؤال في سام صوديوم شانلز هي اللي فاتحه بس واحده فاتحه والثانيه قافله ده سؤال مهم جدا قبل الفايرنج ليفل. المرحلة الثالثة اللي هي في أثناء الرابيد فيز أوف ديبولاريزيشن بعد الفايرنج ليفل أول فولتج جيتد صوديوم شانلز فاتحين. السؤال الأصعب هنا وقلت وابتدى البوتاسيوم يفتح أند سام بوتاسيوم شانلز يعني في أثناء الديبولاريزيشن الديبولاريزيشن بيبقى فاتح كل الصوديوم في الرابيد بارت والأصعب وسام بوتاسيوم شانل يعني السؤال بطريقتين تانيين. طب في اثناء الديبولاريزيشن البوتاسيوم بيرميابيليتي بتزيد اللي هي نفسها البوتاسيوم كوندكتنس بتزيد بس بتزيد للصوديوم بما لا يقارن الصوديوم قد البوتاسيوم قلنا 1000 مره وعليه اللي بيغلب هو الديبولاريزنج فورس وبتعمل اسندنج ليم ده واحد من اهم واصعب الاسئله في اثناء الديبولاريزيشن كل الفولتج جيت بوتاسيوم صوديوم شانل فاتحه سام بوتاسيوم شانلز بس هي اللي فاتحه يعني لما يقول لي في الديبولاريزيشن بيحصل ايه للنفاذيه البوتاسيوم بتزيد طبعا الكوندكتر بس ليه الصوديوم بما لا يقارن 1000 مره قد البوتاسيوم. المرحله الرابعه الريبولاريزيشن ما هو سبب الريبولاريزيشن للاوائل ما تقوليش سببه الفولتج جيت بوتاسيوم شانل انها فتحت وحصل بوتاسيوم افلكس لا سببها ان الاول قفلنا الصوديوم يبقى سبب ريبولاريزيشن كلوجر ان اكتيفيشن اوف فولتج جيتد صوديوم شانل حتى قلنا مين الانر جيت هو الان اكتيفيتد جيت بالانر جيت وبعدين فتحنا كل البوتاسيوم يبقى سبب ريبولاريزيشن ما تقوليش فتح البوتاسيوم تقفل الصوديوم نمره واحد ثم تفتح البوتاسيوم بقولها يا اولاد بطريقه سهلة.
عربية ماشية لقدام يعني ascending وبعدين عاوز ارجع في الاتجاه الخلفي، لازم الاول اوقف العربية وبعدين اجيب السرعة الخلفية، انما مش فجأة انا طالع لقدام اروح جايب الستيك شيفت الورا، العربية بوز، لازم الاول اوقفها وبعدين اجيب ورا. نفس الفكرة كان في ديبولاريزيشن وبعدين عاوز اعمل ريبولاريزيشن، يبقى ما سبب الريبولاريزيشن؟ الاول اوقف الديبولاريزيشن، اعمل كلوجر اوف ذا فولتج جيتد صوديوم شانل عن طريق الانر جيت الان اكتيفيتي جيت، اوقف وبعدين افتح البوتاسيوم. يبقى سبب الريبولاريزيشن واحد من اشهر اسئله في شافه الام اس كيو، هقولها بطريقتي، كلوجر اوف ذا فولتج جيتد بوتاسيوم شانل ثم كلوجر اوف ذا فولتج جيتد بوتاسيوم شانل ثم كلوجر اوف ذا فولتج جيتد، انا اسف قلتها غلط، كلوجر اوف ذا فولتج جيتد صوديوم شانل ثم كلوجر اوف ذا فولتج جيتد صوديوم شانل ثم كلوجر اوف ذا فولتج جيتد صوديوم شانل ثم opening of voltage gated potassium channel. يبقى الأول أوقف الصوديوم، أقفل الصوديوم وبعدين أفتح البوتاسيوم. طيب نيجي في نمرة خمسة بقى، في أثناء الهايبربولاريزيشن قلنا ليه في هايبربولاريزيشن؟ قلنا لأن البوتاسيوم channel زي ما بتفتح ببطء بتقفل ببطء، فما لحقتش كلها تقفل عند ناقص 90، في صم بوتاسيوم channel فاتحين عملوا هايبربولاريزيشن. حتى قلنا البوتاسيوم الزياده اللي خرج ده مين اللي هيرجعه؟ ده سؤال تاني مش قصادنا، قلته لكم الليك شانل والصوديوم بوتاسيوم بام. طيب النقطه السادسه بقى، عاوز ارجع للريستنج ممبر بوتنشال لطالب ذكي، ايه الفرق بين واحد وخمسة؟ ما هو في الحالتين اقافل الصوديوم، بس الصوديوم في الريستنج بيبقى قافل بالاوتر جيت، انما هنا قافل بالانر جيت، وانا عاوز ابتدي ارجع ريما لعادتها القديمة. فالفرق بين خمسة وستة هي ان انا الصوديوم تشانلز بدل ما كانت قافلة بالإنر هقفلها بالطبيعي بالأوتر، لان الصوديوم اساسا بره، والصم بوتاسيوم تشانل بتاع الهايبر بولاريزيشن بقفلها وهي ما عندهاش غير الإنر. دول الست نقاط المهمة جدا في الام اس كيو، هقولهم تاني في عجالة، هقولهم بسرعة جدا. الريستنج ممبر بوتنشال يا ولاد، في اثناء الريستنج ممبر بوتنشال، وات اباوت ذا فولتج جيتد صوديوم اند ذا فولتج جيتد بوتاسيوم شانل؟ بوث ار كلوزد. سؤال داخل سؤال، الفولتج جيتد صوديوم بالاوتر وهو الاليق لان الصوديوم موجود بره، والبوتاسيوم بالانر وهو الاليق لان البوتاسيوم جوه، وعموما البوتاسيوم ما عندهاش غير 1 جيت على الانر، انما الصوديوم عندها 2. طيب في نمره 2 قبل الفايرنج ليفل فاتح سم فولتج جيتد صوديوم شانل، بعد الفايرنج ليفل فاتح all voltage gated sodium channels و some potassium channels. دي مهمة أو some potassium channel. طيب النقطة الرابعة، في أثناء repolarization إيه سببه؟ أهي بص الرسمة بتجاوب، closure of the voltage gated sodium ثم closure of the voltage gated sodium ثم closure of the voltage gated sodium ثم opening of all voltage gated potassium channel. طيب إيه سبب hyperpolarization؟ إن في some potassium channels are still open. طب هنا في لما نرجع تاني ريستنج ممبر بوتنشال، بنقفل كل البوتاسيوم شانلز وبنقفل كل الصوديوم شانل، بس بدل ما كانت قافله بالانر هتقفل بال اوتر. ده واحد من اهم الاسئله يا اولاد. نيجي للسؤال النقطه السادسه في الاكشن بوتنشال، وقلنا ده هو ضره هذه المحاضره، ما تتوهش. النقطه السادسه اكسيتابيليتي تشينجز. الاول مش نفهم الإجابة، نفهم السؤال، يعني إيه excitability changes يا ولاد؟ يعني أنا لو اديت stimulus threshold or supra threshold بيطلع action potential، خلاص؟ السؤال بقى عشان تفهموا الإجابة كويس، لو جيت في أثناء المراحل المختلفة من هذا الأكشن potential اللي عملوا الستيمولس رقم واحد عمل action potential، وجيت في اثناء المراحل المختلفه من هذا الاكشن بوتنشال اديت سكند ستيمولس، النيرف هيستجيب لي ازاي؟ ده تبقى فاهم، مش واخد العنوان وما انتش فاهم بنشرح ايه. يبقى الاكسيتابيلتي تشينجز بالبلدي هي مقدره نيرف عنده اكشن بوتنشال من جراء الفيرست ستيمولس انه يستجيب لسكند ستيمولس. كده يبقى فاهمين هنجاوب ايه. انا بحب كل أطفول يا أولاد، فعندي لعبة، هيا بينا نلعب يا أولاد، انسى خالص فيسيولوجي، يلا نلعب شوية. أنا عندي أهو النقطة دي
عاوز كرة في الموضع ده عاوز اوصلها لهذا الموضع عبر اللعبة دي. بس كل الفكرة انها هسمي نقطة البداية ناقص 90 ميلي فولت، فاكرها اللي هي عندنا ريستنج ممبر بوتنشال، وبعدين نقطة النهاية اللي عاوز اوصلها زائد 35، لان احنا قلنا الاكشن بوتنشال قوة التغير من ناقص 90 زائد 35. تفتكر في اللعبة، في اللعبة انسى الفسيولوجي، هل يلزم يا اولاد ان انا ادفع الكرة all the way كل الطريق لحد نقطة النهاية، من نقطة البداية الى نقطة النهاية؟ طالب قال لي في اللعبة اللي بتلعبها لا، انا كفاية ازقها لحد فوق وهي هتكمل لوحدها عبر هذا المنحدر. او هو ده الفايرنج ليفل اللي قلت فيه جملة دلوقتي هتفهموه، ان هو the point at which the change اللي هو الاكشن بوتنشال is automatically generated. يعني مطلوب من المؤثر يعمل جزء من التغير يوصلك للفايرنج ليفل والتغير بيكمل لوحده. خلاص؟ طيب دي اللعبة. تعال بقى نحط الثلاث قواعد. حب النظام جدا، حتى في اللعبة حب النظام. انت قلت بقى يعني جاوب معايا، انت مش بتسمع بس. لو ان النقطة في موضع اقرب للفايرنج ليفل، شوف بقية الجملة مهمة، مقارنة بالريستينج، يعني ده الريستينج ناقص 90 وده الفايرنج ناقص 65، الكرة كانت في موضع اقرب للفايرنج ليفل، طالب قال لي بعاوز زقة صغيرة عشان خاطر تكمل لان هي اوريدي في مكان اقرب. طب بالله عليك كده واحد بديله ستيمولس صغير بيستجيب، يبقى اقول استجابته ايه؟ هيلة، لان ستيمولس صغير بيخليه يستجيب. يبقى نحط قاعدة من اهم القواعد في الطب مش في النار، يبقى اي مرض او يقربني من الفايرنج ليفل يزود الاستجابة. طالب قال لي فاهمها لنا اون اونيك بيزيس. انا عند الفايرنج ليفل لازم افتح اول صوديوم شانلز، لما يبقى فيه شويه اوريدي مفتوحين يبقى فاضل حاجه بسيطه ويفتح كله. يبقى اي مرض او دواء يقربني من الفايرنج ليفل يزود الاكسيتابيلتي. والقاعده الثانيه عكسها تماما فسهله. طب لو الكره في اللعبه بتاعتنا في موضع ابعد عن الفايرنج ليفل مقارنه بالريستنج، في نقطه ابعد، طالب قال لي يبقى لازم تديها مؤثر قوي عشان توصل. طب واحد بديله مؤثر قوي عشان يستجيب، يبقى استجابته وحشه. يبقى كلما بعدنا عن الريستنج ممبر بوتنشال الاستجابه قلت. خلاص، كل ما نبعد عن الفايرنج ليفل الاستجابه تقل، نقرب من الفايرنج ليفل الاستجابه تزيد. يبقى لما نقرب من الفايرنج ليفل مقارنه بالريستنج الاستجابه تزيد، نبعد عن الفايرنج ليفل مقارنه بالريستنج الاستجابه تقل. نيجي اصعب حاجه في اللعبه هي نمره 3، وبليز انا عارف هتجاوبوها صح. طيب لو الكره وصلت الفايرنج ليفل ونازله وجيت اديتها ستيمولس، جاوب اللي هقول لك عليه مش اللي في دماغك، هتوصل نقطه النهايه، ماليش دعوه بالسرعه، السرعه ملهاش اي قيمه، هتوصل نقطه النهايه مرة واحدة ولا مرتين؟ طالب قال لي مرة واحدة، ماليش دعوة بالسرعة. طب ومن غير ما ادي الاستيمولس ده؟ قال لي برضه كانت هتوصل، ما هي في المنحدر هتوصل، اديت ستيمولس ما اديتش ستيمولس هتمر بالنقطة دي مرة واحدة. يبقى هذا الاستيمولس ملوش أي قيمة. يبقى وانس تخطينا الفايرنج ليفل قضي الأمر. الكرة هتوصل، أي استيمولس تاني ملوش أي قيمة، مش هيعمل أكثر مما هو حادث. فالاستجابة له صفر. ده اللي بنسميه ابسوليوت ريفراكتوري. ريفراكتوري يعني عدم استجابه، عدم الاستجابه مطلق. يبقى بعد الفايرنج ليفل بيبقى الكره هتوصل، لو اديت ستيمولس تاني وهي هيوصلها مره واحده، ماليش دعوه بالسرعه، يبقى ملوش قيمه، يبقى الاستجابه ليه صفر. طب والايونيك بيزس؟ لان عند الفايرنج ليفل كل الفولتج جيتد صوديوم شانلز فاتحه، فلو حضرتك اديت ستيمولس تاني مع الاعتذار في التعبير هيهبب ايه زياده؟ ما كلهم فاتحين، هيفتح ايه زياده وهم كلهم فاتحين؟ يبقى هذا الاستيمولس ملوش اي قيمه، الاولاني فتحهم كلهم، فالتاني ده جاي يهبب ايه؟ كله فاتح. طيب تعالى بقى نحطها في صوره الكيرف يا اولاد. دلوقتي افهم الكيرف الاول. ده الاكشن بوتنشال، الكيرف اللي هو ده اللي هو الاسود والازرق.
الكيرف اللي بالاحمر ده الاكسايتابيلتي تشينجز، الخط ده يمثل النورمال اكسايتابيلتي، يعني لو طلعت فوقيه يبقى الاكسايتابيلتي زادت، نزلت عنه يبقى الاكسايتابيلتي نقص. الخط ده يمثل زيرو اكسايتابيلتي، يعني الاكسايتابيلتي صفر. تمام؟ تعال بقى نشوف، انتوا هتجاوب معايا. هنقسمها الى مراحل ثلاث. كل ما بقرب من الفايرنج ليفل يبقى انا اقرب للفايرنج ليفل مقارنه بريستي، يبقى انا مفتح بعض الصوديوم تشانلز، يبقى اللي فاضل لي عشان افتحهم كلهم قليل، يبقى محتاج ستيمولس قليل، يبقى الاستجابه واحد بس اجيب له مؤثر قليل يبقى الاستجابه بتزيد، فده يسموها سوبر نورمال فيزو اكسايتابيلتي، الاكسايتابيلتي طلعت اباف النورمال. واظن فاهمها ليه، لان انت لما بتقرب من الفايرنج ليفل بيبقى سام صوديوم تشانلز ار اوبن، يبقى اللي السكند ستيمولس مطلوب منه مش يفتحهم كلهم، يفتح اللي فاضل، يبقى عاوز ستيمولس ضعيف وتدي استجابه، يبقى الاستجابه حلوه سوبر نورمال فيز. وانس تخطيت الفايرنج ليفل يا اولاد خلاص كل التشانلز فاتحه، السكند ستيمولس هيهب بايه؟ ما هم الاولاني فتحهم كلهم، حضرتك جاي لي بعد الفايرنج ليفل بعد ما الاولاني فتحهم كلهم، الثاني هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه، ما كلهم مفتوحين، يبقى الاستجابه ليه صفر. فهنا الاستجابه تنزل من هنا الى الزيرو ليفل، فيسموها ابسوليوت ريفراكتوري، عدم الاستجابه مطلق، بيريود يعني مده، مده ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، عدم الاستجابه مطلق صفر، نو اذر ستيمولس وات ايفر سترونج كان اكسايت، مهما عملت مفيش فايده. هذا الابسوليوت ريفراكتوري بيريود دي اهم سؤال في الام اس كيو، بياخد الاسندنج ليم اللي فيه كل التشانل فاتحه وجزء من الديسندنج ليم، لان هنا بتبقى قفلت، بس عشان تعاود الفتح تاني يا اولاد بتاخد فتره، ما تقدرش بعد ما يقفلوا تروح مديلهم ستيمولس يروحوا فاتحين تاني، لازم يريحوا شويه. فالابسوليوت ريفراكتوري بيريود اللي مش ممكن السكند ستيمولس يفتح فيها التشانل لا يشمل بس الفتره اللي كلهم فاتحين اوريدي، وبعد ما قفلوا يقعدوا فتره لا يمكن يستجيبوا لما يريحوا عشان يعاودوا الاستجابه. طيب نيجي الجزء الازرق ده، يبقى انا ببعد عن الفايرنج ليفل، ببعد عن الفايرنج ليفل يبقى الاستجابه بتقل، يبقى الاستجابه هنا لا هي صفر اقل من الصفر، اسف، لا هي نورمال ولا هي صفر، تحت النورمال بس فوق الصفر، فنسميها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، عدم الاستجابه نسبي، ريلاتيف ريفراكتوري بيريود اللي هو بيشمل بقيه الديسندنج الريست اوف ديسندنج ليم، خلاص ممكن تفتح بس عاوز ستيمولس اقوى، فيسموها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. يبقى نلخصها بقى، بقرب من الفايرنج ليفل الاستجابه بتزيد، ببعد عن الفايرنج ليفل الاستجابه بتقل، تخطيت الفايرنج ليفل قضي الامر، كلهم فاتحين الاستيمولس مش اي قيمه ثاني لانه الاولاني فتحهم كلهم، يبقى ابسولوت ريفراكتوري بيريود. هقارن ما بينهم في جدول من اربع نقاط. الابسولوت ريفراكتوري بيريود الاستجابه من اسمها زيرو، خلاص، انما في الريلاتيف الاستجابه فوق الصفر وتحت النورمال. طب الاستيمولس نيدد هنا الاستجابه صفر، يبقى نو اذر ستيمولس وات ايفر سترونج كان اكسايت، مفيش اي ستيمولس ممكن يعمل حاجه في الابسولوت ريفراكتوري بيريود، انما في الريلاتيف الاستجابه تحت النورمال بس فوق الصفر، وي نيد سترونجر ستيمولس، يعني بعاد عن الفايرنج ليفل، عاوزين ستيمولس اقوى عشان يوصلني. النقطه الثالثه ده كوانسايدز مع ايه؟ كوانسايدز مع الاسندنج ليم وحته في الديسندنج، الفيرست ثيرد اوف ذا ديسندنج، انما ده كوانسايدز وذ ذا ريست اوف ديسندنج، وده اهم نقطه في السؤال وهحفظها بطريقه حلوه دلوقتي. طب ايه الكوز هنا؟ ان في السكند ستيمولس is unable to activate any sodium channels، ان all sodium channels are not capable of being activated، شو ممكن اعمل لهم افتحهم؟ خلاص يبقى ساكت زي ما مش هيقدر يعمل حاجه لانه ما يقدرش يفتح، وذر لان اوريدي هم فاتحين في الاسندنج ليم او رافضين يفتحوا في اول حته. انما ايه سبب الريلاتيف ريفراكتوري بيريود؟ انه ستيل في سام صوديوم شانلز كان بي اكتيفيتد، ممكن اعمل لهم، لكن ده صعب. ليه بقى؟ لان البوتاسيوم شانل لسه ما قفلوش اللي هم بيعكسوا الصوديوم، يبقى سببه الريلاتيف ريفراكتوري بيريود سام وسام، اونلي سام صوديوم شانلز كان بي اكتيفيتد. طب وليه التانيين ما بيستجيبوش؟ لان برضه في معاكسه من بوتاسيوم، في سام بوتاسيوم شانلز ار
اوكي. طيب طالب بيقول لي ايه اهم كلمه في الام اس كيو هنا؟ ان الابسولوت ريفراكتيف بيريود كوانسايدز مع ايه؟ والريستنج والريلاتيف ريفراكتيف بيريود كوانسايدز مع ايه؟ انا بقول يا اولاد بتعتمد على الصوت and you'll never forget it the rest of life. الابسولوت ريفراكتيف بيريود كوانسايدز with the ascending limb. الايه مع الايه؟ الابسولوت كوانسايدز مع الاسندنج limb وحته في الديسندنج. بينما الريلاتيف ريفراكتيف بيريود كوانسايدز with the rest of descending. مش هتنساها مع حيل. يبقى الابسولوت كوانسايدز with the ascending. الابسولوت with the ascending وحته في الديسندنج. انما الريلاتيف كوانسايدز with the rest of descending. خلاص؟ قلنا في الابسولوت من اسمها الاستجابه صفر. No other stimulus can excite whatever strong. انما هنا الاستجابه لا مش صفر ومش نورمال. حاجه سب نورمال تحت النورمال بس فوق الصفر. عاوزين سترونجر ستيمولس. والكوز ان انا مش قادر اكتيفيت اي صوديوم شانل انما هنا اقدر اكتيفيت سام صوديوم شانلز. طيب سؤال في الشفوي الاوائل ايه اهميه وجود الابسولوت ريفراكتيف بيريود؟ ان في فتره النيرف لا يمكن يستجيب فيها. دي ليها حاجتين. انه النيرف في فتره ما يقدرش يستجيب فيها اللي هي فتره الابسولوت ريفراكتيف بيريود. ان ده بيحد من عدد الاكشن بوتنشال اللي انت تطلعها. يعني لو اديت مثال وهو صح 100% في احسن عصب في الدنيا اللي هو الاي الفا اللي هو عنده اقصر فتره عدم استجابه ذا شورتست ابسولوت ريفراكتيف بيريود اللي هي 1/2500 من الثانية. يبقى تقدر تطلع كام اكشن بوتنشال في الثانية؟ لازم ادي واستيميلس اطلع اكشن بوتنشال واستنى واحد على 2500 من الثانية. وادي واحد واستنى واحد على 2500 من الثانية. يبقى بالعقل اكتر عدد ممكن اطلعه هو 2500 امبلس سبير سكند. لان ما تقدرش تدي استيميلاي ورا بعض والنيرف يستجيب ويطلع اكشن بوتنشال. لازم تدي وتستنى لما يخلص الابسولوت ريفراكتوري بيريود. لانك لو حاولت تدي باثناء الابسولوت ريفراكتوري محدش هيجاوب عليك. الاستيميلاي مش هيتجاوب عليه. يبقى لازم تدي وتستنى لما يخلص. الابسولوت ريفراكتوري بيريود يخلص عشان تدي ويحصل اكشن بوتنشال. تدي وتستنى. طب فتره الانتظار اقصر فتره انتظار في احسن عصب اللي هو الاي الفا 1/2500 من الثانية. يبقى أكثر عدد من الأكشن بوتنشال يمكن أن يتولد في أحسن عصب هو 2500. يبقى أول قيمة الأبسولوت ريفراكتيف بيريود إنها بتعمل إيه؟ بتبروتكت النيرف فروم إكستريملي رابيد ريبيتيتيف ستيمولاي. لو اديت رابيد ريبيتيتيف ستيمولاي لا مش هتستجيب. لازم تستنى حضرتك لما الأبسولوت ريفراكتيف بيريود تخلص قبل ما تدي اللي وراها. تاني حاجة وهي الأهم يا أولاد إنه زي قطرين سكه حديد الابسولوت ريفراكتيف بيريود تقدر تمشي قطرين سكه حديد على نفس القضيب هيكسروا بعض. فوجود الابسولوت ريفراكتيف بيريود خلاني لازم استخدم افرنس ملوش دعوه بالايفرنس. ما اقدرش امشي النيرف امبلس على فايبر واحد. يبقى هو الافرنت وهو الايفرنت. لان لما التو اكشن بوتنشال هيلتقوا مع بعض واحد هيجي في الابسولوت ريفراكتيف بيريود بتاع الثاني فهيضيع. يبقى the necessity of having أهمية إن يبقى عندنا afferent و efferents. ما أقدرش الـ two action potential يمشوا في فايبر واحد أستخدم نفس الفايبر afferent و efferent. ما ينفعش لأنه الـ two action potential هيلتقيا زي قطرين سكة حديد هيلاقوا بعض هيضاعوا بعض. فين بقى؟ هنا مش حادث تصادم. إنه واحد هيقع في الـ absolute effective period بتاع التاني. طيب نيجي سؤال تاني يا اولاد اللي هو الاكوموديشن. كنا قلنا هنجاوبه او الادابتيشن. الاكوموديشن او الادابتيشن ليه لو اديت ستيمولس تحت الثريشولد ومتدرج؟ يعني ده الثريشولد اهو وبدات من هنا وتدرجت بالستيمولس وعليت عن الثريشولد فاليو. ليه ما فيش استجابه مع اني عليت عن الثريشولد؟ لان البطء ده خلى فتح الصوديوم شانلز يحدث ببطء وعليه
في نفس الوقت اللي بعض الصوديوم تشانل بتفتح الاوتر جيت لانك بطيء، كان في فرصه ان التشانلز تانية تقفل بالانر جيت، فعمرك ما هتفتحهم كلهم مع بعض. نمرة اتنين، انه خلى الصوديوم السريع كنتيجه لبطئك يتوازن مع البوتاسيوم البطيء، البوتاسيوم خد فرصه احسن، ما حضرتك بترفع الاستيمولس ببطء يبقى بتدي فرصه لفتح الصوديوم وبعض الصوديوم يقفل وايفن لفتح البوتاسيوم. واحنا قلنا في الفايرنج ليفل لازم البرميابيلتي للصوديوم تزيد عن البوتاسيوم، يبقى سبب الاكوموديشن حاجتين، حاجه صوديوم وحاجه بوتاسيوم، انه الاكتيفيشن صوديوم شانل از بالانسد باي، بالانس بايه؟ بالان اكتيفيشن صوديوم، ادي حاجه صوديوم، ان بعض الصوديوم بيقفل قبل ما كلهم يفتحوا واوبننج اوف بوتاسيوم شانل. سؤال ثالث ام اس كيو مهم جدا يا اولاد، انا حافظهم الاسئله وورد وايد، تابع معايا. طالب قال لي انت قلت لنا الديبولاريزيشن سببها فتح الفولتج جيتد صوديوم شانل صح، وعليه الصوديوم انفلكس، دخول الصوديوم اينز لجوه فخلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف صح، هل في اثناء الديبولاريزيشن بيحصل ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس في الاستقطاب، بدل ما جوه نيجاتيف اكتر ناقص 90 جوه بقى بوزيتيف اكتر زائد 35، حصل ريفرسال اوف بولاريتي بات نوت ريفرسال اوف صوديوم كونسنتريشن، اللي هو عشان كده هم فاهمين انك فاهم غلط، ان ده مش معناه ان كل الصوديوم اللي بره دخل جوه، ريفرسال اوف بولاريتي ان يبقى جوه بوزيتيف اكتر من بره لا يحتاج دخول كل الصوديوم، يحتاج الى دخول كميه ضئيله جدا من الصوديوم، ما زال معظم الصوديوم موجود في الخارج. في اثناء الديبولاريزيشن بينعكس الاستقطاب لكن لا ينعكس التركيز، ما زال الصوديوم بره اكتر بما لا يقارن بالصوديوم جوه، فماذا تصنع؟ قطره في محيط من الصوديوم بره تسربت منه قطره صوديوم لجوه كانت كافيه لعكس الاستقطاب، ولكن ستيل معظم الصوديوم بره، لم يحدث ريفرسال اوف بولاريتي. اقول لك برضو ده للزملاء الاصغر سنا يعني تهذبا وما حدش هيسالكم فيها، عارف كام امبلس تحتاجهم عشان خاطر يحصل ريفرسال اوف كونسنتريشن عشان الصوديوم يبقى جوه اكتر من بره؟ خد الرقم، من 100,000 ل 50 مليون، 50 مليون 50 مليون امبلس. واحد من اشهر الاسئله في اثناء ال depolarization بيحصل reversal of polarity and not reversal of sodium concentration، ونفس كان طبعا بالنسبه للبوتاسيوم، في اثناء الريبولاريزيشن البوتاسيوم ما بيحصلش ان البوتاسيوم خرج بره بقى البوتاسيوم بره اكتر، لا ستيل معظمه جوه، خرج قدر قطره تكفي للبولاريزيشن لكن ما بتعكس التركيز. اتمنى اكون واضح. طيب نيجي بقى يا اولاد، احنا في حاجه ما شرحناش اللي هو النقطه الثالثه اللي هو انواع الاكشن بوتنشلز، احنا قلنا طبعا ان احنا شرحناه ده المهم في الدنيا اللي هو المونوفيزيك اكشن بوتنشل، قلنا في نوع تاني في بعض الناس غلاسه بتسالك فيه اسمه باي فيزيك اكشن بوتنشل، بيحصل امتى ده؟ قلت لو حطيت التو الكترودز على تو بوينتس يبقى الكهرباء هتمشي هتعدي هتتسجل هنا مره وهنا مره يبقى تسجل مرتين. تعال نشوف في عجاله كده ايه اللي هيحصل. لو انا هسجل باي فيزيك اكشن بوتنشال مفيش حد في الدنيا قلنا بيعمل الكلام ده وهقول ايه في الاخر تاني. حصل هنا ديبولاريزيشن اوكي؟ بس التو الكترودز ده على بوزيتيف وده على بوزيتيف يعني مفيش فرق جهد، هما الاثنين زي بعض. فرق الجهد هما زي بعض يبقى الفرق صفر، يبقى المؤشر عن صفر. لما وصل الديبولاريزيشن للالكترود الاول تابعوا بقى اللي هو باللون الاحمر بقى الالكترود الاول نيجاتيف والتاني بوزيتيف يبقى في فرق جهد فالمؤشر يتحرك سي لفوق. المرحله الثالثه الديبولاريزيشن ساب الالكترود ده وبقى في النص ورجع ده تاني في البولارايز ستيت، يبقى ده بولارايزد وده بولارايزد، ده بوزيتيف وده بوزيتيف، فهيرجع المؤشر تاني يساوي للصفر، يبقى كده طلع ورجع للصفر تاني يبقى رسم اكشن بوتنشال.
المرحلة الرابعة الديبولاريزيشن راح للسكند الكترود، فبقى ده نيجاتيف وده بوزيتيف يعني العكس. فاذا كان المؤشر في اول مرة اتحرك لفوق، هنا انت الاستقطاب معكوس، هنا كان ده نيجاتيف وده بوزيتيف فتحرك لفوق، هنا بالعكس ده اللي نيجاتيف وده اللي بوزيتيف فيتحرك لتحت. بعد كده مشي الديبولاريزيشن ورجع السكند الكترود في البولارايز ستيت، يبقى ده بولارايز وده بولارايز، يبقى يرجع تاني يشاور على الصفر، يبقى رسم سكند اكشن بوتنشال. يبقى الباي فيزيك اكشن بوتنشال بنرسم فيه ايه بقى؟ بنرسم تو سبايكس ان اوبوزيت دايركشنز، تو سبايكس ان اوبوزيت دايركشنز في اتجاهين متعاكسين. طب ليه ما بنعملش الباي فيزيك؟ انت فاهم انا قلت لك ان ال 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 الاكشن بوتنشال بيبقى معاه هايبر بولاريزيشن. اذا كان السبايك من نص الاعداد دي تحفظها ل 2 ملي سكند، فالهايبر بولاريزيشن 40 ملي سكند. فقبل ان يفرغ تفرغ التغيرات عند الالكترود الاول بتكون بدات عند الالكترود الثاني، فهيحصل تداخل بالاثنين دول بالهايبر بولاريزيشن بتاع الاكشن بوتنشال الاولاني والسبايك بتاع الاكشن بوتنشال الثاني. فعشان كده ما حدش بيعمل الكلام ده يا اولاد، يبقى ما حدش بيقيس الباي فيزيك اكشن بوتنشال. طب نيجي في نوع ثالث من الاكشن بوتنشال، في اسمه كومباوند اكشن بوتنشال. برضو زي ما قلتش الكلام ده الناس ما بتفهموش. احنا في الاكشن بوتنشال يا اولاد بنقيسه من نيرف فايبر. يبقى الاكشن بوتنشال بيتقاس في ليفه عصبيه واحده، ليفه واحده. انما الكومباوند كما يوحي الكلمه كومباوند اكشن بوتنشال بنقيسه في نيرف ترانك زي الالنر نيرف، الريديال نيرف، الفيمورال نيرف، اللي هو بيتكون من الياف كثيره ميني نيرف فايبرز. يبقى تاني الاكشن بوتنشال بيتقاس في نيرف فايبر واحد، لكن النيرف الالنر الريديال الفيمورال كم من الاف الفايبرز. فلو سجلت الكهرباء في النيرف ترونك النر ريديال اور فيمورال، يبقى انت بتسجل مجموعه اكشن بوتنشال فيسموها كومباوند اكشن بوتنشال. يبقى ده الفرق الاساسي، ان الكومباوند اكشن بوتنشال بيتسجل في النيرف ترونك. انا بسطت لكم الامر ففرضت ان النيرف فيه 3 فايبر بس، هو فيه الاف الفايبر، انما انا اخترت 3 ليه؟ نوع ايه اللي هو الثيك مايلينيتد، ونوع B اللي هو thin myelinated، ونوع C اللي هو none or unmyelinated. طول عمري حفظتها للطلبة بطريقة جميلة خالص. ليه بطريقتكم يا أولاد؟ الكبير كبير، والصغير صغير، والنص نص نص نص. أكبر واحد هو الإيه؟ فالأكشن بتنشر بتاع الإيه اللي هو أكبر واحد هو أسرع واحد وأقوى واحد، يليل B أقل سرعة وأقل قوة، اما اضعفهم وابطاهم هو السي. يبقى افهم معايا، يبقى لو انا جيت اديت ستيمولس للنيرف ترانك فالتلاتة فايبرز اللي هم الاف الفايبر بس احنا فرضناهم ثلاثة، هيبتدوا الاكشن بوتنشال مع بعض. بس هنا في ريكوردنج الكترود، مين اول واحد هيوصل؟ الايه انت قلت ان ده اسرع واحد وهو الاقوى، فهيتسجل البيك بتاعت الايه اهي، قمه الايه. ثم بعد شوية هيوصل البي تتسجل بعدها، ثم بعد شوية يوصل السي اللي هي أضعف أبطأ وأضعف فتتسجل بعدها. يبقى انتهى بإيه؟ إيه شكل الكومباوند بقى أكشن بوتنشال؟ الكومباوند أكشن بوتنشال أصبح عنده ميني بيكس، يعني كذا قمة، ميني ساميتس، بتمثل إيه؟ بتمثل قمم الأكشن بوتنشالز اللي بيتولى وصولها. يبقى it represents بالانجلش the peaks of the successively arriving action potentials، بتمثل قمم الاكشن بوتنشال اللي بيتوالى وصولها. وهي موجوده فين بقى؟ سؤال في الامشكي مهم جدا، على الديسندنج ليم مش على الاسندنج. الاسندنج ده اهو، انما البيكس على الديسندنج ليمز. تاني ميزه او فرق بينها وبين الاكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال بتاع النير فايبر هياخده حالا في الكاركترز، هنقول ان هو اول اور نون لو، يطلع بنفس القيمه ما يطلعش. يعني تملي الايه يدوا الاكشن بوتنشال بتاع الايه بنفس القوه، والبي نفس القوه، والسي نفس القوه. انما الكومباوند اكشن بوتنشالز لا،
can be graded حسب قوة الاستيمولس. طب ازاي الاستيمولس؟ السؤال الجميل. ممكن يشغل فايبرز اكتر او فايبرز اقل حسب حاجتين يا ولاد. يعني كل ما زود الاستيمولس قوة الكهرباء بتزيد، مفيش اول اور نا، في جريدز كان بي جريدد ديبندينج على الثريشولد اوف ستيميليشن بتاع النير فايبر وللاوائل والديستانس اوف نير فايبر فروم ذا ستيمولس. ليه بقى؟ لان حضرتك بتدي ستيمولس لسطح النير، النير ترانك اللي هو الاف الفايبرز. ممكن في هنا سي وفي هنا سي، هما الاثنين ليهم نفس الثريشولد، بس لما تدي ستيمولس ضعيف هيشغل السي القريبه ومش هيشغل السي البعيده، لكن لما تدي ستيمولس قوي هيشغل 2 سي. يبقى الموضوع مش بس الثريشولد انما الديستانس اوف نيرف فايبر ان ذا نيرف ترانك. يبقى يا اولاد لما لي الكومباوند اكشن بوتنشال بيفرق ايه عن الاكشن بوتنشال؟ اقول له بص الاول قبل ما نتكلم هوريك ان انا فاهم انت كطالب. يعني الكومباوند اكشن بوتنشال ده بيخص، افتح ودنك، النيرف ترانك اللي هو مجموعه نيرف فايبرز زي الريدال والانر والفيبرال مثلا. انما الاكشن بوتنشال بيخص وان نيرف فايبر، ليفه عصبيه واحده. وبعدين هقول لك فرقين للممتحن، انه الكومباوند اكشن بوتنشال عنده سكندري ويفز. بيمثلوا ايه السكندري ويفز دول؟ بيمثلوا البيكس او السامتس اوف ذا سكسسيفلي ارايفنج اكشن بوتنشلز. وتاني حاجه يا اولاد انه كان بي جريدد، يعني ممكن يبقى جريدد ديبندنج على حاجتين، الثريشولد اوف ستيميليشن اوف ذا نير فايبر والديستانس اوف ديفرنت نير فايبرز فروم ذا ستيمولس. يبقى الكومباوند اكشن بوتنشال ده بيبقى في النيرف، انما المونوفيزيك والبايفيزيك ده في النيرف فايبر. اهي الاجابه، ده في بيبقى في النيرف انما ده في النيرف فايبرز. طيب نكمل يا اولاد، نيجي بقى لل sub threshold stimulus. في حاجة ناقصانا احنا كده؟ لا هو تلاقينا. sub threshold stimulus. احنا قلنا يا ولاد لو كنتوا فاكرين ان الاستيمولس نوعان مش تلات انواع، يا ثريشولد وزيه السوبرا ثريشولد، زياده الخير خيرين، دول هيدوا اكشن بوتنشال. ده الاحتمال الاول. يبقى الاكشن بوتنشال ده بيجي منين؟ ثريشولد كافي اور سوبرا ثريشولد. انما السب ثريشولد، قلنا السب ثريشولد احتمال تاني هيدي حاجه مهاش اكشن بوتنشال. هذا السب ثريشولد يا اولاد في حالين، يبقى الثريشولد والسوبر ثريشولد هيدوا اكشن بوتنشال، السب ثريشولد هيدوا احتمالين. تعال نفكر مع بعض. احنا قلنا ان الثريشولد اللي هو بيدي اكشن بوتنشال ده لازم يوصلني للفايرنج ليفل من ناقص 90 لناقص 65. اهي. طيب السب ثريشولد يعني من ناقص 90 لناقص 65، يعني كم التغير؟ شوف الفرق بينهم، 90 من 65 دي ناقص ودي ناقص، يبقى ناقص 25. يعني عشان تدي اكشن بوتنشال لازم الثريشولد او السوبرا ثريشولد ستيمولس يوصلك للفايرنج ليفل، لازم يعمل تغير من ناقص 90 لناقص 65 ملي فولت، لازم يعمل تغير مقداره ناقص 25 او 25 ملي فولت. السب ثريشولد بقى بيعمل تغير اقل من 25 ملي فولت، وده بينقسم الى احتمالين. في سب ثريشولد تعبان قوي بيعمل تغير في حدود 7 ملي فولت بس، والرقم ده تحفظه في الام اس كيو، من ناقص 90 لناقص 83 ملي فولت، يبقى التغير 7، وبيسموه كات الكتروتونس، بيعمل تغير في اقل من 7 ليس ذان 7 ملي فولت، سموه كات الكتروتونس. في سب ثريشولد تاني احسن شويه بيدي تغير اكتر من 7 بس ستيل تحت الفايرنج، تحت 25،
يبقى أكتر من 7 بس تحت 25 ميلي فولت، وده يسموه لوكال ريسبونس لأن الكهرباء ما بتمشيش فبتقعد في مكانها لوكال فسموها لوكال ريسبونس. يبقى الساب ثريشولد فيه احتمالين، فيه سؤالين، يا إما يدي كات إلكتروتونس يا إما يدي لوكال ريسبونس. نبتدي الأول بال هنا بقى الجزء اللي فاضل في هذه المحاضرة مفروض أنتوا اللي هتقولوا معايا، يعني خلاص أنتوا عندكم المعلومات وهتفكروا معايا هتجيبوها كلها. نبتدي الساب ثريشولد اللي هو هيبقى هيدي في هذه الحالة عندنا إلكتروتونس، ده السؤال اللي هو الرابع. الإلكتروتونس ده ولاد ظاهرة بطرة بمؤثر ساب ثريشولد، فاهمينها؟ السؤال الرائع اللي بيسألوه وبيجيبوه في الام اس كيو، هل بيرى بساب ثريشولد جالفانيك ولا فارادك ستيمولس؟ طالب قال لي انا مش فاهم يعني ايه جالفانيك ويعني ايه فارادك، بس انا عاوزك تفهم. بصوا يا ولاد، الكهرباء نوعان في الدنيا عندنا، في يا جالفانيك اهي بحرف جي يا فارادك. الجالفانيك اللي هو زي التيار اللي طالع من الباتري اللي بتمسكها كده الايفر ريدي والحاجات دي اللي بتشتريها، الطيارات بتاعت الاجهزه المختلفه بيتميز بايه؟ انت لو مسكت قبايه البطاريه ما تكهربش، ليه؟ لان الامبليتيود بتاعها ضعيف لكن مدتها طويله فيسموها تيار مستمر. يبقى الجالفانيك اللي هو التيار المستمر بتاع البطاريات بيتميز بانه لونج انديوريشن لكن لو ان امبليتيود ما بيكهربش. تاني نوع من الكهرباء اللي هو الفارادك اللي هو موجود في البلب في المصباح اللي بينور الاوضه. لو حضرتك فكيت المصباح اللمبه دي اللي فوق وحطيت صابعك مطرحها يعني سبتها مولعه وحطيت شلت اللمبه وسبت السويتش مولع وحطيت صابعك، ايه اللي يحصل لك؟ الكهرباء فورا، لان الكهرباء بتبقى 220 ملي فولت في بلادنا العربيه، هنا في نورث امريكا 110 ملي فولت، يبقى الامبليتيود عالي جدا لكن يسموه تيار متردد الفرادك لانه شورت دوريشن. يبقى يوجد نوعان من التيار، يا جالفانيك اللي هو المستمر مده طويله وامبليتيود قليل، يا فرادك اللي هو زي بتاع البلب المصباح بيبقى بيكهرب امبليتيود جامده لكن لانه متردد بيبقى مدته قصيره. فانا بستغرب لما زميل فاضل يجيب سؤال يقول للطلبة ظاهرة الإلكتروتونس بنستخدم فيها جالفانيك ولا فارادك ستيمولس، لأنه ده معناها أن الزميل فاضل لا يعلم ترمينولوجي، مش عارف أنه هو دون أن يدري أجابة على السؤال. أنت عارف يعني كلمة إلكتروتونس يا أولاد؟ أنا بحب الترمينولوجي. تونس يعني مستمر، فإلكتروتونس يعني ظاهرة ترى بالتيار المستمر اللي هو الجالفانيك. يبقى أول نقاط في الام اس كيو أهو يا ولاد، الإلكتروتونس إحنا بنتكلم على الساب ثريشولد، ظاهرة ترى بالساب ثريشولد ستيمولس. جالفانيك ولا فارادك؟ تقول تون يعني مستمر، يبقى هي بالجالفانيك كرم. وتالت نقطة هنعرف فيها إن النيرف إسباسيف. يلا أنتوا بقى احكوا معايا القصة، نجيب نيرف ونجيب باتري أهي، بطارية، هنا الكاثود وهنا الانود، كاثود القطب السالب والانود القطب الموجب. بقول جمل سهله قوي، القطب السالب بعربياتنا لكونه سالب بيضيف على النيرف شحنات سالبه، يبقى عمل لي ستيت اوف ديبولاريزيشن، اتفقنا انها بتبقى اقل ليس ذان 7 ميلي فولت. المهم عمل لي ديبولاريزيشن يعني قربني من الفايرنج ليفل، واحنا قلنا لما بنقرب من الفايرنج ليفل الاكسايتابيلتي بتزيد، فزياده الاكسايتابيلتي عند الكاثود سموها اسم لذيذ قوي كات الكتروتونس. يعني ماذا حدث عند الكاثود في اثناء التيار المستمر؟ واضحه طالب قال لي ما انت قلتها، قلت القطب السالب النيجاتيف خلاص adds negative charges، حط negative charges فعمل state of depolarization قربني من firing level زود الاكسيتابيلتي. ف
فزيادة الإكسايتابيليتي اللي حصلت عند الكاثود سموها كات إلكتروتونس. ماذا حدث عند الكاثود في أثناء الطار المستمر؟ الكاثود حط شحنات سالبة، عمل دي بولاريزيشن، قربني من فارغ ليفل، زود الإكسايتابيليتي، زادت الإكسايتابيليتي، زادت الإكسايتابيليتي، اسمها كات إلكتروتونس. طيب قال لي بس أنا أقول لك النص الثاني من غير ما تقول، أنا عارف أنت هتقول إيه. الأنود اللي هو القطب الموجب بيحط puts positive charges وقردي النيرف عليه positive charges، فهو عليه positive وحطينا positive فعمل لي state of hyperpolarization، يعني بعدني على firing level، فقل الإكسيتابيليتي، فنقص الإكسيتابيليتي عند الريجن of anode سموه an electrotonus. يبقى الموضوع سهل. شفت السؤال ده بقى اسهل سؤال في السبعه بتوع النيرف. يبقى ما يجي لك سؤال الكتروتونس هتقول الاتي. الاول قبل ما اقول حاجه، هنا مين اللي عمل ديبولاريزيشن وعمل هايبربولاريزيشن؟ مش النيرف. الفولتج جيت صوديوم شانل والفولتج جيت بوتاسيوم شانل قافلين مش شغالين. القطب السالب هو اللي بيحط شحنات سالبه، الشحنات السالبه دي مالهاش دعوه بالصوديوم، اتدخل فخلى بره نيجاتيف، والقطب الموجب بيحط بوزيتيف ملهاش دعوه بخروج البوتاسيوم. النيرف باسف 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 في الالكتروتونس. فلما يجيني سؤال الالكتروتونس هتقول مقدمه من ثلاث كلمات، ان دي ظاهره ترى بالسب ثريشولد ستيمولس، تونس جالفانيك تيار مستمر، وانها النيرف ملوش دعوه، النيرف باسف، التشانل بتاع النيرف ما لعبناش فيها، سبب الديبولاريزيشن هو القطب السالب بيحط شحنات سالبه، والهايبربولاريزيشن القطب الموجب بيحط شحنات موجبه، ملهاش دعوه بالنيرف خالص. تمام. وبعدين تقول ان الظاهره دي بتنقسم الى كات وان. الكات اللي هو الكاثود بيحط نيجاتيف تشارجز، بيعمل ستيت اوف ديبولاريزيشن اقل من 7 ملي فولت، بيقربني من الفارغ ليفل، اكسايتابيلتي بتزيد عند الكاثود في اثناء الالكتروتونس، فسموها كات الكتروتونس. ما حصل عند الكاثود في اثناء الكتروتونس. اما القطب الموجب بيحط شحنات موجبه، فيبقى هي اوريدي عليها موجب، يبقى عمل لي هايبر بولاريزيشن، بعدني عن الفارغ ليفل، قلل الاكسيتابيلتي. يبقى ما حصل عند الانود في اثناء الكتروتونس سميناه ان الكتروتونس، قلت الاكسيتابيلتي عند الانود بسبب انه حط بوزيتيف تشارجز فعمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن. طيب لطالب مش علينا بس طالب تملي بيسأل، طب لو انا استخدم ده بره الموضوع، الموضوع خلص، جالفانيك كارنت بس ثريشولد او سوبر ثريشولد، يعني هيدي اكشن بوتنشال، لو حطيت كده قطبي البطاريه على النيرف بس بطاريه قويه بتدي ثريشولد او سوبر ثريشولد، هتدي اكشن بوتنشال لمده 10 دقائق، هيطلع كام اكشن بوتنشالز؟ هنا الإجابة مذهلة يا أولاد، هيطلع just two action potentials. طالب قال لي ليه؟ قلت له فاهمك، احنا قلنا what's the stimulus؟ stimulus is change. فاحنا بنقفل الدائرة خلاص، هيطلع واحد عند الميك، يعني وقت قفل الدائرة عند الكاثود، وانا بقفل الدائره الكاثود بيحط نيجاتيف تشارج، انت بتقول ثريشولد هتوصلني الفارغ ليفل تدي اكشن بوتنشال. طب لما نفتح الدائره، طالب قال لي احنا اتعلمنا في ثانوي لما نفتح الدائره بتتعكس التيارات الكهربائيه، الانود بيبقى كاثود والكاثود بيبقى انود، فلما نفتح الدائره الانود هو بقى اللي هيحط نيجاتيف تشارجز هيوصلني لانه كافي ثريشولد للفارغ ليفل هيدي سكند اكشن بوتنشال، يبقى يحصل 1 اكشن بوتنشال عند الكاثود لما تقفل الدائره وسكند اكشن بوتنشال على الانود، لان التغيرات بتعكس لما افتح الدايره. بس في اثناء المرور الفعلي المستمر للتيار الكهربي لمده 10 دقائق مش هيطلع ولا اكشن بوتنشال. طالب قال لي ليه؟ احنا قلنا what is a stimulus؟ a stimulus is change. قفل الدايره change، فتح الدايره change، المرور المستمر للتيار الكهربائي ده مستمر، ده مش تشينج، فما يطلعش اكشن بوتنشلز. فلو اديت
ثريشولد جالفانيك او سوبرا ثريشولد يعني هيطلع اكشن تنشن 10 دقايق ساعه كامله هيطلع تو اكشن بوتنشلز بس واحد وانت بتقفل الدايره عند الكاثود واحد وانت بتفتح الدايره عند الانود لان دايره كانت مفتوحه وقفلتها اهو ده تشينج عند الكاثود كانت مقفوله وفتحتها حصل تشينج معاكس عند الانود انما دايره مقفوله والتيار مستمر مستمر هذا ليس بتشينج هذا ليس بستيمولس ما يطلعش اكشن بوتنشلز. طيب نيجي بقى الاحتمال الثاني اللي هو اللوكال ريسبونس. لوكال ريسبونس هنا بقى هنقول ايه الفرق بين اللوكال ريسبونس والاكشن بوتنشال. برضو عاوزك تعيش الموقف معايا كويس. دلوقتي انا جيت على الالنر نيرف هنا واديت ثريشولد ستيمولس وصلني الفارنج ليفل طلع اكشن بوتنشال مش يوصل للمخ. يبقى الاكشن بوتنشال بيحصل بالثريشولد والسوبر ثريشولد ستيمولس. لكن لو اديت سب ثريشولد ستيمولس سب ثريشولد هيعمل هنا بقى هيفتح بعض الصوديوم شانلز يعني النيرف هنا اكتف فتح بعض الصوديوم شانل دخل شويه صوديوم عمل ريبولايزيشن اللي عامله بالنيرف بسبب الصوديوم شانل بس فتح كميه. احنا قلنا عشان ندي اكشن بوتنشال لازم نوصل فارينج ليفل لازم البرميابيلتي للصوديوم تتخطى البوتاسيوم هو فتح كميه خلت ستيل البرميابيلتي للبوتاسيوم بسبب الليك شانلز اقوى من الصوديوم بقى ما طلعش اكشن بوتنشال حصل كهرباء ضعيفه قوي في مكانها. حتى للي عاوز يفهم هي لوكالايز في الام اس كيو بس هي اكشن بتبقى مش في مكانها قوي بتمشي فيو مليمتر ثم تندثر بس عموما في مكانها فسموها لوكال ستيل. يبقى اما ادي ثريشولد ستيمولس توصل فارج ليفل طلع اكشن بوتنشال يمشي لحد ما يوصل مخ. اما ادي سب ثريشولد ستيمولس بغير صغير ليه؟ لان فتح الصوديوم شانل نيرف اكتف هنا سلايتلي اكتف فتح شويه صوديوم زود البرميابيلتي للصوديوم بس ما قدرش يتخطى البرميابيلتي للبوتاسيوم وصلناش فارينج ليفل ما طلعش اكشن بوتنشال الكهرباء قعدت في محلها بقت لوكالايز. هنا بقى احط جدول تاريخي من اهم الجداول في الام اس كيو ايه الفرق بين اللوكال ريسبونس والاكشن بوتنشال. هحطه في جدول من 8 نقاط ولسهوله الحفظ والاستيعاب هنحط كل نقطتين مع بعضهما. ان الاكشن بوتنشال يا اولاد اول نقطتين قلنا لازم الاستيمولس يوصلني الفارينج ليفل يبقى لازم يبقى ثريشولد او زياده الخير خيرين سوبرا ثريشولد ثريشولد او سوبرا ثريشولد وعليه بروباجيتد بيمشي لحد الاخر. انما اللوكال ريسبونس بيبقى الاستيمولس سب ثريشولد وعليه بتبقى نوت بروباجيتد لوكال. لكن لو جابها لك هنا في نورث امريكا سلايتلي بروباجيتد صح هي بتمشي فيو مليمترز وقوتها تقل الى ان تندثر فيو مليمترز فيمكن اعتبارها الاصح لوكال او بروباجيتد غلط سلايتلي بروباجيتد نون بروباجيتد صح لانها لوكال. امتى؟ هنا بس لو سلايتلي بروباجيتد. طيب نيجي في الاكشن بوتنشال احنا قلنا الثريشولد او السوبر ثريشولد بيفتح كل الصوديوم شانلز اول صوديوم شانلز مش كده؟ وقلنا الاحداث احنا فاهمينها كنا عند ناقص 90 عند الفارنج ليفل ناقص 65 تفتح صوديوم شانل يدخل صوديوم يتقلب الى زائد 35 حتى قلنا كم التغير بيبقى 125 ملي فولت. طب تفتكر لو حضرتك اديت لطالب ذكي سوبر ثريشولد يعني الثريشولد بيفتح كل الصوديوم شانلز طب لو اديت سوبرا ثريشولد الثريشولد فتح كل الشانلز اديت سوبرا ثريشولد تتوقع يدي اكشن بوتنشال ضعف الاكشن بوتنشال بتاع الثريشولد يعني لو كان السوبرا ثريشولد هنا ضعف الثريشولد الثريشولد افتح ودنك فتح كل الشانلز يبقى السوبرا ثريشولد اللي هو ضعفه حتى هيعمل ايه اقصى حاجه هيفتح برضو كل الشانلز يبقى هيدي نفس الاكشن بوتنشال. فهمت؟ يبقى عشان كده الاكشن بوتنشال بنقول obeys all or none law يعني يطلع بنفس القيمه يا ما يطلعش.
all or none cannot be graded. يعني لو جيت لجروب A alpha fiber وديته threshold فتح كل channel ادى action potential 125 supra threshold ان شاء الله يكون ضعف قيمته هيهبب ايه زيادة افهم هيهبب ايه زيادة ما هو already threshold فتحهم كلهم السوبر threshold هيفتح ايه زيادة يبقى هو نفس التغير يبقى cannot be grid هيطلع action potential بنفس القوة 125 ملي فولت يبقى obeys all or none law cannot be graded. إنما تعالى الناحية التانية لو اديت sub threshold فتح شوية channels sub threshold برضو بس أقوى الضعف يفتح ضعف channels ما وصلناش برضو الفارق ليفل ما فيش action potential بس هيدي تغير أقوى شوية ثلاث اضعاف يدي ثلاث اضعاف ستيل ما وصلناش الفارنج ليفل يبقى من هنا نخلص بان اللوكال ريسبونس كان بي جريدد كل ما زود قوه المؤثر يفتح شانلز اكتر شويه ما وصلنيش ما فتحهمش كلهم ما وصلنيش الفارنج ليفل ما اداش اكشن بوتنشال بس ده اقوى من ده اقوى من ده وعليه داز نوت اوبي اول اور نان لو. طيب نيجي النقطه ال 65 طيب هنعمل تجربة تانية يا أولاد بدل ما أدي ثريشولد ستيمولس هدي اتنين ثريشولد أو تلاتة ثريشولد بس نفس يعني مش هدي ضعف القوة هدي نفس القوة بس مرتين أو تلاتة تفتكر لما أدي مرة واحدة هيطلع أكشن بوتنشال قوته 125 طب لما أدي نفس القوة اللي هي ثريشولد كافية كافية بس تلات مرات هيطلع أدي تلات مرات طالب ذكي قال لي طبعا لا قلت لي اللي فصلك ما انت قلت ان اول واحد بيفتح كل الصوديوم شانلز يبقى التاني والتالت هيهببوا ايه ما هو الاولاني فتحهم كلهم لانه ثريشولد يبقى مش هيفتحوا حاجه زياده يبقى هيدوا نفس الاكشن بوتنشال فمن هنا نخلص ان الاكشن بوتنشال كان نوت بي سميتد يعني لا يوجد تراكم في الاستجابه بسبب تراكم المؤثرات يعني لما ادي اكتر من ستيمولس مش هيدي استجابه اقوى لان مفيش تراكم في الاستجابه لان الاولاني اوريدي فتحهم كلهم ومن ساعه ما اتفتحوا كلهم اصبح في حاجه سميناها ابسولوت ريفراكتوري بيريود اي ستيمولس تاني باي قوه سكند سي مش هيعمل اي حاجه يبقى ليه مفيش تراكم في الاستجابه لان في ابسولوت ريفراكتوري بيريود حتى اقولها بعربياتنا يا اولاد يعني ايه ابسولوت ريفراكتوري بيريود يعني عدم الاستجابة مطلق فيش أي استجابة فبعربياتنا فكيف تتراكم الاستجابة وهناك فترة عدم استجابة فكر فيه حتى بالعربي كده بالمنطق ازاي الاستجابة هتتراكم واحنا ما فيش استجابة اساسا في ابسولوت ريفراكتوري بيريود فوجود الابسولوت ريفراكتوري بيريود خلاها كان نوت بي سميتد انما تعالى بقى في اللوكال ريسبونس تعالى نعمل تجربه هدي سب ثريشولد فتح فيو شانلز طب لما ادي 2 لا ده فتح شويه وده يفتح كمان شويه ادي 3 ده كمان 3 شويه 4 يزود انسون لحد ايفن اقول لك بقى معلومه مهمه في الام اس كيو ممكن لما تقعد تدي سب ثريشولد ورا بعض كل واحد يزود 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 لحد ما اخر واحد ممكن يوصلك الفاير ليفل ويدي اكشن بوتنشال يبقى هنا ليه حصل تراكم في الاستجابة؟ لأن فترة عدم الاستجابة بيبتدي بعد الفارنج ليفل هنا ما فيش فترة عدم الاستجابة لا بالعكس كل ما بقرب من الفارنج ليفل الاستجابة بتزيد عشان كده حتى سموها غير لوكال ريسبونس لأول مرة تفهم لوكال اكسايتاتوري ستيت لأن الاستيمولس الأولاني فتح شوية قربني الفارنج ليفل زود شوية الاكسايتابيلتي عشان كده سموها لوكال اكسايتاتوري ستيت التاني زودها أكتر التالت أكتر وأكتر الرابع لحد ما ممكن تدي فارنج ليفل واكشن بوتنشال يبقى ليه هنا في تراكم في الاستجابه ليه كان بي سميتد لان مفيش فتره عدم استجابه ده بالعكس الاستجابه بتزيد ذير از نو ابسولوت ريفراكتوري بيريود ده في سؤال جميل هنا يا اولاد هل لو الجهاز في المعمل باظ وبقى يدي سب ثريشولد ستيمولس هل ممكن السب ثريشولد ستيمولس ده اللي هو ما بيوصلنيش الفارنج ليفل اطلع بيه اكشن بوتنشال طالب ذكي قال اه قلنا له ازاي قال اكرره اول مره هيفتح شويه الثانيه كمان شويه الثالثه كمان شويه لحد اخر واحد هيفتحهم كلهم يبقى نو ابسولوت ريفراكتوري بيريود يبقى كان بي سميتد طيب نيجي
اخر نقطتين السابعه والثامنه في الاكشن بوتنشلز لا يمكن يحدث غير لو وصلت الفارنج ليفل, يعني لو فتح كل الصوديوم تشانلز. ما الفارنج ليفل هو النقطه اللي بيفتح عندها اول صوديوم تشانلز ار اوبن, وعليه النيرف في هذه الحاله يعتبر النقطه الثامنه هايلي اكتف في الام اس كيو. انما في اللوكال ريسبونس بيفتح قبل الفارنج ليفل بيفتح سام صوديوم تشانلز, وعليه النيرف يبقى سلايتلي اكتف سلايتلي اكتف. يبقى ده الفروق الثمانيه ما بين اللوكال ريسبونس والاكشن بوتنشال. هنا بقى هدي قنبله علميه احبك تفهمها كويس قوي يا اولاد, هديه علميه اهي. انا قلت وبقول وهقول لاجيال, الكهرباء في الجسم نوعان, يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال. ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. حتى كنت بقول اكشن بوتنشال زي الفريك ما يحب الشريك. اي خاصيه من خصائص الاكشن بوتنشالز لا تنطبق سوى على الاكشن بوتنشال. اللوكال ريسبونس قبليها خدنا الالكتروتونس, دول خاص ثانيه خالص. طب تاني قال لي حفظها بطريقه حلوه هقولها لك, والطلبه يقول بنسمعها في الامتحان. الاكشن بوتنشال بحرف الايه بيتبع قاعده التريبل اي, في ثلاثه ايه, هو بحرف الايه كلمه اكشن بوتنشال معاه ثلاثه ايه. هو الوحيد اللي معاه اول اور نون لو, يطلع بنفس القيمه ما يطلعش, وعليه ما فيش درجات, كان نوت بي جريدد. ادي اول ايه اول اور نون, يبقى كان نوت بي جريدد. هو الوحيد اللي معاه ابسوليوت ريفاكتيف بيريود, ادي ثاني ايه فتره عدم استجابه مطلق, وعليه ما اقدرش اراكم الاستجابه, كان نوت بي سميتد. ثالث ايه هو الوحيد اللي بيفتح عنده اول, ادي ثالث ايه اول صوديوم شانلز, وعليه يبقى هايلي اكتف. يبقى حفظناهم سموها تريبل اي. هنا ما بقولها انا عارف بتوع نورث امريكا بيضحكوا دلوقتي, لان عارفين تريبل اي دي حاجه اسمها امريكان اوتوموبيل اسوشيشن, مش هنحكي عليها دلوقتي, هم فاهمينها تريبل اي. فالاكشن بوتنشال بيتبع تريبل اي, او قالها بلغه شكسبير تو بي اور نوت تو بي, ذاتس ذا اكشن بوتنشال, تو بي اور نوت تو بي. يبقى تاني دي الطلبه في اي سؤال ام اس كيو, اكشن بوتنشال حاجه, لوكال ريسبونس, الكتروتونس, اي حاجه تاني ده هناخد يعني فيو اذر كهرباء اذر بوتنشلز غير الاكشن بوتنشال. ما تقرا سؤال الاكشن بوتنشال تحط مخك تاتا ايه اول اور نون لو صح, او بطريقه تانيه كان نوت بي جريدد, وليها طريقه ثالثه ان الانتنسيتي داز نوت ديبند اون ذا انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. يعني تدي ثريشولد زي السوبر ثريشولد, هما الاثنين بيفتحوا كل التشانلز. يبقى يجيبها لي اول اور نون, مفيش جريدز, وبالتالي قوته لا تعتمد على قوه الستيمولس, لان الثريشولد بيعمل بيفتح كله, فالسوبر ثريشولد برضه يفتح نفس الشيء كله. تاني ايه؟ مع ابسوليوت ريفاكتيف بيريود, فتره عدم استجابه, فتحوا كلهم خلاص. السكند ستيمولس هيعمل ايه؟ هيهبب ايه؟ ما هو الاولاني فتحهم كله, يبقى كان نو بي سميتد, مفيش تراكم في الاستجابه, ومش عاوز عبط. ما تحطش واحدة مع التانية. All or none يبقى ما فيش جريد, كان نوت بي جريدد. Absolute effective period عدم استجابة, كان نوت بي سميتد. ما تحطش دي مع دي, ما تقوليش all or none يبقى كان نوت بي سميتد. All or none يبقى ما فيش جريدز. بنفس القوة 125 أو ما فيش. All or none, no, not graded. Absolute effective period not submitted, ما فيش تراكم في الاستجابة. بعدين هو الوحيد اللي بيفتح عنده all sodium channels, وعليه هاي اكتف النيرف. انما تعالى بقى اللوكال ريسبونس, او تخيل بقى اهو, او الالكتروتونس لو جاب لك ده صح, مع ان ما قلناهوش مع الالكتروتونس, ان نو اول اور نون يبقى كان بي جريدد, مفيش ابسوليوت ريفاكتيف بيريود يبقى كان بي سميتد. وقلنا في اللوكال ريسبونس بيفتح فيو شانلز, وعليه يبقى سلايتلي اكتف. واقول لك بقى القنبله, وفي الكات الكتروتونس النيرف ما فتحش حاجه خالص, ده الكاثود هو اللي حاطط النيجاتيف تشارجز, يبقى باسيف حتى, يعني مش سلايتلي اكتف, باسيف. يعني اللوكال ريسبونس زي الكات الكتروتونس كل حاجه ما عدا في النقطه الاخرانيه, ان اللوكال ريسبونس النيرف فتح شويه شانلز, النيرف سلايتلي اكتف في اللوكال ريسبونس. هنا في الكات الكتروتونس النيرف قاعد ساكت, والقطب السالب عمال يحط شحنات سالبه, يبقى النيرف از باسيف.
ده يا اولاد الجدول اللي هو بتاع الثمان نقط. يبقى هقول ناحيه وانت فاهم العكس. الاكشن بتنشي عشان ده اعتبر روحي دي النقطه السابعه في الاكشن بتنشي اللي هي الكاركترز، ارجعتها مع اللوكال ريسبونس. يبقى ده متفرد الاكشن بوتنشال ده بيحدث بثريشولد وسوبر ثريشولد وبروباجيتد، الباقيين سب ثريشولد ولوكالايز. وبعدين الثلاثه ايه بقى؟ اول اور نون يبقى كان نو بي جريدد، ابسولوت افكتيف بيريود يبقى كان نو بي سبميتد، اول سوديوم شانلز ار اوبن وبالتالي هاي اكتف. اللوكال ريسبونس وال كاتاليك توتونس سب ثريشولد ستيمولس وبالتالي لوكال، ينطبق على اللوكال ريسبونس والكاتاليك توتونس لوكال. نو اول اور نان يبقى جريدد، نو ابسولوت افكتيف بيريود يبقى سبميتد. خد بالك بقى النقطه السابعه والثامنه دي خاصه باللوكال ريسبونس بس. سم سوديوم شانلز ار اوبن وبالتالي النيرف هيبقى سلايتلي اكتف، لانه في الكات الكتروتونس عاوز اوريها لك اهي، في الكات الكتروتونس يا اولاد اهي، في الكات الكتروتونس بيبقى النيرف باسيف، انما في اللوكال ريسبونس بيبقى سلايتلي اكتف. في عند الفايرنج ليفل بيبقى النيرف هاي اكتف لانه فتح كل الشانلز وهيدي اكشن تنشن. دي اهم مجموعه اسئله في الام اس كيو. طيب فاضل لي سؤالين ثم ننهي هذا الوضع يا اولاد. Factors affecting membrane potential and excitability. ده مهم جدا. ما احنا قلنا عندنا سبع أسئلة. خلاص قلنا الـ strength duration curve اللي هو effectiveness of a stimulus نمرة واحد. Resting membrane potential نمرة اثنين. أهم سؤال هو action potential نمرة ثلاثة. وبعدين نمرة أربعة اللي هو الالكتروتونس، ده كان أسهل سؤال اللي هو كات وآن. وبعدين local response نمرة خمسة. نمرة ستة الفاكتورز افكتنج ممبر بوتنشال واكسيتابيلتي، وفي واحد سابع اللي هو الكونداكشن. طيب ايه العامل التي تؤثر يا اولاد في الممبر بوتنشال او الاكسيتابيلتي؟ دلوقتي احنا خدنا كام اين يا اولاد في القصه؟ ما اتكلمش غير على تو اينز. طالب الذكي قال لك هو ما عندهمش غير صوديوم، بيحصل له انفلكس للمره ال20 عن طريق الفولتج جيتد صوديوم شانلز، بيدخل يعمل دي بولاريزيشن. وكان حتى عندها رقم الساعه 2 تو جيتس الاوتر اكتيفيتد والان ان انر ان اكتيفيتد، وعندهم بوتاسيوم شانل فولتج جيتد بوتاسيوم شانل بيحصل له انفلكس بيعمل ريبولاريزيشن، وكان عنده شانل واحده على الانر جيت. فيبقى 100% الفاكتورز هيتكلموا على الرول اوف صوديوم والرول اوف بوتاسيوم. لا لطالب ذكي وهناخدهم مجتمعين الرول اوف صوديوم بوتاسيوم بامب، بفتكرها طريقة جميلة. يبقى صوديوم بوتاسيوم وبعدين صوديوم بوتاسيوم بامب، ادي الفاكتورز يا ولاد. وقلت متاثرا باني دخلت فنيه عسكريه وتفكيري الرياضي، ما بحبش انشا، بحب 1+1=2. تعال ناخد الرول اوف صوديوم. صوديوم الاكسايتابيلتي قلنا هي دي بارت ريسبوند. هو ازاي النيرف لما بتدي له ستيمولس بيرسبوند، بدل ما هو في البولارايز ستيت لما تدي له ستيمولس الاكسيتابيلتي هي ريسبونس، بيحصل له دي بولاريزيشن، وسبب الدي بولاريزيشن صوديوم انفلكس. يبقى الاكسيتيشن في النيرف، استجابه النيرف ان النيرف بدل ما هو في البولارايز ستيت لما تدي له مؤثر كافي يعمل دي بولاريزيشن، وسببه دخول الصوديوم. خلاص يبقى رياضيا اي حاجه تزود دخول الصوديوم ناخدها بالعكس، تزود الديبولاريزيشن تزود الاكسيتابيلتي باللون الاحمر، حب الالوان قوي. اي حاجه تمنع دخول الصوديوم، تمنع الديبولاريزيشن، تمنع الاكسيتابيلتي باللون الازرق. طيب يبقى نحط جدول بالازرق ايه اللي يمنع الصوديوم انفلكس، يعني ينقص صوديوم بيرميابيلتي فيقلل الديبولاريزيشن فيقلل الاكسيتابيلتي، وده الاهم يسموه ممبرين ستابيلايزرز، الحاجات اللي بتثبت الممبرين، تخلي الممبرين ما يستجبش. حتى عشان ما تنساش كلمه جابوها ازاي يا اولاد، تخيل حضرتك قاعد كده وبعدين انا اجي اديك ستيمولس ما تستجبش، ستيمولس ما تستجبش، فاقول فلان ستيبل. يبقى امتى اقول عليك ستيبل؟ لانك لا تستجيب. فعشان كده ما تنساهاش الفاكتور اللي بتمنع الاستجابه، بتمنع الاستجابه سموها ممبرين ستابيلايزرز، عشان دي الصيغه في النظري الاصعب
بدل ما يجي يقول لك اتكلم على الفاكتورز افكتنج ستابيلتي يقول لك اتكلم على الممبرين ستابيلايزرز، حاجات اللي تخلي الممبرين ستيبل يعني لا يستجيب، عشان كده قالوا عليه ستيبل. يبقى الممبرين ستابيلايزرز مخك يروح محاول السؤال هي الفاكتور اللي بتقلل الاكسيتابيلتي، واضحه نجي الممبرين ستابيلايزر يعني الفاكتور اللي بتقلل الاكسيتابيلتي. طيب احنا قلنا عشان يبقى في اكسيتابيلتي لازم الصوديوم يدخل ويعمل دي بولاريزيشن، يبقى الممبرين ستابيلايزرز هتمنع دخول الصوديوم وهتمنع النيرف امبلس النيرف سيجنال اكشن تنشنز. مين هم بقى؟ في اثنين مهمين جدا، تعال نبص مع بعض. انا بقولها برضو بحب شرح طفول يا اولاد، ومين الحال فيسيولوجي كما الحال. احنا قلنا دخول الصوديوم هيعمل دي بولاريزيشن وهو ده الاكسيتابيلتي، يبقى اي حاجه هتمنع دخول الصوديوم هتمنع دي بولاريزيشن هتمنع الاكسيتابيلتي. فتعالى من الحياه مش من الفسيولوجي، انا في واحد على الباب مش عاوز يدخل اللي هو الصوديوم، في طريقتين لمنعه من الدخول. واحد قافل الباب، لو قفلت الباب مش هيدخل، ده اللي بيعمله اللوكال انستيجيا يا اولاد، المخدرات الموضعيه زي ما بتروح يعني تخلع ترسك تفتح ابسس بيدوك مخدر موضعي. انا عاوز اقول لك الاول جايه منين الترمينولوجي، كلمه انستيجيا من كلمتين، الثيجيا يعني احساس، الثيجيا ان يعني لا، ان الثيجيا لا احساس ليها تخدير، تبقى عارف اصل الكلمه دي مش كلمه واحده، بعلمكم ترمينولوجي هنا. المذر دراج الدواء الام اللي هو لا يستخدم دلوقتي انما اللي طلعوا منه كل اللوكال انستيتيك اسمه كوكايين، كوكايين ده اللي بيشموه مخد يعني مخدرات، طلعوا منه الادويه اللي اسمها زايلوكين ليجنوكين، انما هم كلهم المذر دراج بس سام اللي هو الكوكايين، طلعوا منه حاجات اقل سميه هي اللي بنستخدمها في اللوكال انستيتيك، انما المذر دراج الدواء الام هو الكوكايين. اديك فهمت دلوقتي اول مره كيف تعمل اللوكال انستيتكس، ليه لما بيدوني مخدر موضعي البرين ما بيوصلوش نيرف سيجنال ما بيحسش حاجه وبالتالي مش حاسس الم، لان اللوكال انستيتكس منعوا دخول الصوديوم، قفلوا الفولتج جيتد صوديوم شانل، ما دخلش الصوديوم ما حصلش دي بولاريزيشن ما حصلش اكشن تنشن ما حصلش نيرف سيجنال. طب في طريقه ثانيه لمنع دخول الصوديوم من الحياه، انا ممكن يبقى الباب مفتوح وموقف بادي جارد بره يمنع دخول الصوديوم، باب مفتوح بس مش يدخل. دي في الامراض بقى مهمه، يبقى الاولانيه كانت مهمه في التخدير اللي هي اللوكال انستاتكس اللي هو الكوكايين اللي هو الايونايز كالسيوم. بوابات الصوديوم يا اولاد الفولتج جيتد صوديوم شانل بيحرسها، افتح ودنك للاوائل، ايونايز كالسيوم، ما بقولش كالسيوم، قوه الكالسيوم في التشارجز، لو الكالسيوم مش متأين مش هيعرف يلفظ الصوديوم، الصوديوم عنده واحدة بوستر، الكالسيوم عنده اثنين يلفظه. يبقى مين اللي بيقلل دخول الصوديوم؟ ما تقولش كالسيوم، أيونايز كالسيوم. زي ما بقولها كما قوة شمشون في شعره قوة الكالسيوم في التشارجز. فالأوائل يقول لك أيونايز كالسيوم. فأي مرض يزيد فيه الأيونايز كالسيوم في الإكسسوار فلويد هيمنع دخول الصوديوم هيقلل الاكسيتابيليتي. تمام؟ حتى انا عاملها في ارجوحه رائعه اهو. والعكس بالعكس، لو انت شلت الايونايز كالسيوم قللت الايونايز كالسيوم يبقى الصوديوم هيدخل يبقى الاكسيتابيليتي تزيد. وعشان كده قلت ده واحد من اهم الاسئله في الشفا وفي الطب وفي الام اس كيو، مين اهم اين يتحكم في الاكسيتابيليتي؟ الايونايز كالسيوم، والعلاقه عكسيه، ايونايز كالسيوم عنده تو بوزيتيف تشارجز يمنع دخول الصوديوم يمنع الاكسيتابيليتي، قلل الايونايز كالسيوم يدخل الصوديوم تزيد الاكسيتابيليتي. تبقى عارفها كويس قوي. والمهم هو اللي بيقللوا الاكسيتابيليتي في الانستيجيا كوكايين وفي الامراض زياده الايونايز كالسيوم، والعكس. طب ايه اللي يزود الصوديوم بيرميابيلتي؟ نقص الايونايز كالسيوم فالصوديوم يدخل، او دواء ملوش قيمه قوي عكس اللوكال انستيتيك بيزود نفاذيه الصوديوم اللي هو اسمه فيراترين. طيب نيجي لو حضرتك عندك هايبوناتريميا، نقص الصوديوم في دمك. هايبوناتريميا يعني نقص الصوديوم في الاكسسوار فلويد، ما احنا قلنا الصوديوم بيسموه نيتريم عشان العرب لقوه في وادي الناترون. قلت الكلام ده في اول محاضره في الانترودكشن. لو نقص الصوديوم في الاكسسوار فلويد، نورمال الصوديوم قلنا اي حاجه 140 كويسه، 140 ملي اوكيفالنت، تحفظ الرقم ده مهم جدا، الصوديوم.
اي حاجه في حدود ال 140 ملي اكويفالنت كويسه صح، اللي مش كل الناس زي بعض بالظبط. اسهل رقم حاجه 140. هيحصل ايه؟ احنا قلنا يا اولاد ان الصوديوم ده هو اللي بيعمل ديبولاريزيشن وعليه بيعمل اكشن بوتنشال. يبقى لما ينقص الصوديوم يبقى هيقل الديبولاريزيشن وعليه هيقل السايز اوف اكشن بوتنشال. لكن مهم جدا it has no effect on the resting membrane potential هو البولاريز ستيت، لان قلت البولاريز ستيت بتعتمد على البوتاسيوم. يبقى اي عيان عنده نقص في الصوديوم في الاكسسوار فلويد الصوديوم دخوله للنيرف هيقل، فاهم هيقل ليه؟ الصوديوم قليل بره يبقى هيدخل صوديوم قليل جوه بسبب نقص الكونسنتريشن جريديانت. ما الصوديوم بره اكتر من جوه، لما ينقص بره هايبوناتريميا يبقى الجريديانت قلت، يبقى دخول كميه الصوديوم تدخل تقل، يبقى الديبولاريزيشن يقل، يبقى قوه الاكشن بوتنشال تقل. تبقى عارف هذا الكلام. طب لو قفلت خالص الصوديوم تشانلز بحاجه اسمها تترادو توكسين، تترادو توكسين، تبقى تتوقع ايه اللي يحصل؟ يبقى مفيش صوديوم يدخل خالص، مفيش ديبولاريزيشن خالص، مفيش اكشن بوتنشال خالص، مفيش اكسيتابيلتي خالص. يبقى طالب يقول لي طيب لخص لي كده في كلمه يعني ايه اهم معلومه لازم اعرفها عن الصوديوم؟ كلام يا اولاد في الجونه اهو. قيس ليلى الشيء والشيء يذكر، لما اقول عنتر عارف جه في مخك ايه؟ عبله، انطونيو كليوباترا. الشيء والشيء يذكر. صوديوم ديبولاريزيشن وعليه اكشن بوتنشال ولا علاقه له بالبولاريز ستيت. الصوديوم لما يقول لي صوديوم افكر في الديبولاريزيشن، افكر في الاكشن بوتنشال. قللته يقل الديبولاريزيشن اكشن بوتنشال، قفلته مفيش اكشن بوتنشال خالص. طيب تقل البوتاسيوم. فاكر كل حاجه عملها لكم بطريقه تحفظ. الطلبه بتقول لي بنسمع صوتك في الامتحان. البولاريز ستيت والريبولاريزيشن، ما هي ريبولاريزيشن عباره عن بولاريزيشن تاني متعلقين بالبوتاسيوم. ما تنساش. بس خد بالك للاذكياء التشانل مختلفه. في البولاريز ستيت في الريستنج ممبر بوتنشال البوتاسيوم بيتسرب بيحصل له افلكس من خلال البوتاسيوم ليك تشانلز اللي هي الانجيتد، انما في الريبولاريزيشن بيتسرب برضه البوتاسيوم لبره عشان يرجع تاني البولاريز ستيت ريبولاريزيشن، بس من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل اللي عندها 1 جيت على الانر جيت. طيب تعال ناخد البوتاسيوم. لو نقص البوتاسيوم ده الكلام بتاع الطلبه العاديين الاوائل يقولوا في الاكسترا سيلولار فلويد، يعني يقولها مظبوط نقص البوتاسيوم فين؟ في الاكسترا فلويد. ده هيقلل الاكسيتابيليتي. وفي امراض كتيره في الطب بيقل فيها البوتاسيوم في الاكسترا فلويد، واحنا عارفين البوتاسيوم نورمالي كام يا اولاد؟ اي رقم تحت 5 رقم الحسد حلو، تحت 5 ملي اكويفالنت، 4 حلو، 4.3 حلو، اي رقم ما بين 4 و5 حلو، المهم يبقى تحت رقم الحسد 5. لو قل عن كده بيقل الاكسيتابيليتي. تعال نتفرج ليه؟ اشرحها لك ببساطه شديده. لو قل البوتاسيوم في الاكسترسيار فلويد الحاله نسبيه، يبقى البوتاسيوم نسبيا جوه كتير، ما احنا قلنا جوه هو 140 بره اللي بيبقى اقل من 5، فلو قل يبقى بالعكس كونسنتريشن جريديان زادت، يبقى هيتنقل من الاكتر نسبيا، ما هو جوه زي ما هو 140 بره قل عن 4 بقى 2 بقى زي ما يكون، فيتدفق البوتاسيوم اكتر لبره فيتجمع على الاوتر سيرفس البوتاسيوم حاملا معه شحنات موجبه، فالشحنات الموجبه على الاوتر سيرفس تزيد. ده يسموها ايه يا اولاد؟ منتظر اسمعكم، هايبر بولاريزيشن، تبعدني عن الفايرنج ليفل، تقلل اكسيتابيلتي. يبقى اي مرض هينقص البوتاسيوم في الاكسترا فلويد فالبوتاسيوم هيبقى نسبيا جوه اكتر من بره، الكونسنتريشن جريدينت هتزيد، يتدفق لبره، يتجمع على الاوتر سيرفيس، معاه له شحنات موجبه يعمل هايبر بولاريزيشن يقلل الاكسيتابيلتي. في مرض مشهور جدا من كتر ما الاكسيتابيلتي بتقل الاطفال بيجي لها باراليسيس، بيصيب اكتر من واحد في الفاميلي
لانه مرض هيريديتري راس فيسموه فاميليال باراليسيس. لما الطفل ده ياكل اي حاجه فيها بوتاسيوم زي الموز زي المانجا يبقى نسبه البوتاسيوم في الاكسترا سيرا فلويد تزيد، يبقى عالجنا المرض. عشان كده بياكل بوتاسيوم ما يحصلوش باراليسيس، ما ياكلش بوتاسيوم يحصل له باراليسيس. مش كده سموها بيريوديك باراليسيس، لانها في بيريود في باراليسيس فتره فيها باراليسيس وبيريود فتره ما فيهاش باراليسيس، فسموه فاميليال بيريوديك باراليسيس. يبقى ايه سبب مرض الفاميليال بيريوديك باراليسيس؟ نقص البوتاسيوم في الاكسترا فلويد، والعلاج نعالجه ندي الطفل بوتاسيوم، بس طبعا مش نديله عصير مانجا وموز ممكن يفيده، بنديه له انترافينسلي. طالب مره سالني هو ليه البوتاسيوم لما بيخرج بره بيقف على الاوتر سيرفس، ليه ما بيتسربش الاكسترا فلويد؟ سؤال جميل قوي. ليه البوتاسيوم اللي بيخرج ما يتوهش في الاكسترا فلويد؟ ايه اللي بيوقفه على الاوتر سيرفس؟ الجذب المتبادل. ان البوتاسيوم فوسفور لما بيخرج بره بيبقى بيسيب وراه نيجاتيف تشارجز جوه البروتين والفوسفيت فبيتجاذبه، فده اللي بيمنع ان البوتاسيوم يتوه في الاكسترا فلويد. العكس بقى يا اولاد، لو عملنا هايبر كاليميا ما هو ده العلاج، لو ادينا انترافينس بوتاسيوم ده كان بيزود الاكسايتابيلتي، هو ده كان العلاج، لانه هيعمل ديب بولاريزيشن عكس الهايبر بولاريزيشن هيزود الاكسايتابيلتي. ده كان علاج الفاميليا بيريوديك باراليسيس، ان احنا نزود البوتاسيوم في الاكسترا فلويد بان ندي انترافينس بوتاسيوم. طب لو قفلنا البوتاسيوم شانل زي ما قفلنا الصوديوم شانل ما حصلش دي بولاريزيشن، ما حصلش اكشن بوتنشال، هنقفل البوتاسيوم شانل بعقار اسمه تترا ايثايل امونيوم، حتى اختصاره لذيذ تي، عارف الشاي تترا ايثايل امونيوم. ما تقفل البوتاسيوم الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل يبقى مش هيخرج البوتاسيوم، يبقى ده هيبرولونج ريبولاريزيشن، ريبولاريزيشن مش هتحصل بسهوله، هتبقى برولونج. طالب قال لي هو انت ليه قلت برولونجد وما قلتش بيقف خالص ريبولاريزيشن؟ يعني لو قفلت تماما الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل مفيش بوتاسيوم افلكس من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل، ليه قلت ريبولاريزيشن هيطول وما قلتش هيتمنع تماما؟ طالب ذكي رد قاعد جنبه قال لي لا، ما هو في شانل تانية بتخرج البوتاسيوم ونان جيتد عمرها ما هتقفل، اللي هي البوتاسيوم ليك شانل. فبدل ما الريبولاريزيشن يبقى سببه خروج البوتاسيوم من خلال الفولتج جيتد وهي الاهم، وكمان البوتاسيوم ليك شانل هيبقى بس من خلال الليك شانل، فعشان كده البوتاسيوم ريبولاريزيشن هيبقى برولونج مش مفيش خالص. وطبعا نو هايبر بولاريزيشن، مش هيحصل هايبر بولاريزيشن في الحاله دي بقى، اذا كان ريبولاريزيشن بطيء مش عمره ما هيتدفق كميه زياده يعمل هايبر بولاريزيشن معايا. وعليه الاكشن بوتنشال هيبقى برولونج، ما هو الاكشن بوتنشال في جزء منه دي بولاريزيشن وجزء ري، انت بتقول الري بولاريزيشن هيطول يبقى الاكشن بوتنشال هيبقى برولونج ومفيش هايبر بولاريزيشن. ده لو قفلت البوتاسيوم شانل الري بولاريزيشن هيطول، الاكشن بوتنشال هيطول مش همتنع تماما عشان في ليكج شانل ومش هيحصل هايبربولاريزيشن. طب نيجي بقى الرول اوف صوديوم بوتاسيوم بامب. لو عملت بلوكج للصوديوم بوتاسيوم بامب ازاي؟ بوظت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، بوظتها الانزيم اللي هو بيدي الطاقه للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، تفتكر هيحصل ايه؟ طالب ذكي قال لي انا اقول لك، انت قلت لنا ان الريستنج ممبر بوتنشال لها سببين، سيلكتيف برميابيلتي ثم سيلكتيف برميابيلتي ثم سيلكتيف برميابيلتي، وليه قلتها دي الاهم؟ دي مسؤوله عن ناقص 86 من ناقص 90 وباسف. وتاني سبب اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي كان مسؤول فقط عن ناقص 4 وكانت اكتف. فلو حضرتك منعت الصوديوم بوتاسيوم بامب يبقى انت شغال بس بال سيلكتيف برميابيلتي، يبقى الريستنج ممبر بوتنشال مش هيبقى ناقص 90 هيبقى ناقص 86 بس، يبقى اصبح الريستنج ممبر بوتنشال بدل ما هو ماينس 90 بقى ماينس 86 ملي فولت، يعني لس نيجاتيف، او ممكن تيجي لك في الام اس كيو مور بوزيتيف، ما هو لس نيجاتيف تبقى مور بوزيتيف ريستنج ممبر بوتنشال، يعني حصل لنا حته دي بولاريزيشن خفيفه. وطبعا ده بدوره ويل افكت ذا اكشن بوتنشال، هياثر على الاكشن بوتنشال.
يبقى ده السؤال ما قبل الاخير، هو الفاكتورز افكتنج ميمبرين بوتنشال اند اكسايتابيلتي. وهنا يا اولاد بحب يعني اوريها لكم واقولها تاني، اي هوب الاقي الورق كتير انما هنلاقيها باذن الله. اهي اوعى تنسى بقى ان البوتاسيوم مسؤول عن البولاريز ستيت، حتى تعالى نكتبها ايه، البوتاسيوم مسؤول عن البولاريز ستيت اللي هو الريستنج ميمبرين بوتنشال، مسؤول عن الريستنج ميمبرين بوتنشال. يبقى البوتاسيوم مسؤول عن الريستنج ميمبر بوتنشال او البولارايزد ستيت. اوعى تنسوا هذا الكلام يا ولاد، تبقوا فاكرينه كويس قوي. وقلنا انه العلاقه عكسيه، لو نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد، اسف لو نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد العلاقه عكسيه مع الريستنج ميمبر بوتنشال، انه هيحصل هايبر بولاريزيشن خلاص، ولو زاد البوتاسيوم هيحصل ديبولاريزيشن، ولكنها طرديه مع الاكسيتابيلتي. عشان دي حته بيلخبطوكوا فيها، نقص البوتاسيوم بينقص الاكسيتابيلتي لانه بيزود الريستنج ميمبرين بوتنشال، يبقى واحد عكسي وواحد طردي. عشان خاطر ده سؤال ريزل في الام اس كيو، نقص البوتاسيوم زي في الفاميليا البيريودك باراليسيس بيخلي الولد ما بيتحركش، الاكسيتابيلتي بتقل، يبقى النقص بيؤدي الى نقص، يبقى علاقه طرديه مع الاكسيتابيلتي. ليه؟ لانه عمل زياده بقى مش نقص في الريستنج ميمبر بوتنشال، يبقى علاقه عكسيه مع الريستنج ميمبر بوتنشال. ولا تنسى ان البوتاسيوم مسؤول عن البولارايز ستيت، بينما الصوديوم ملوش علاقه بالبولارايز ستيت، له علاقه بالديبولايزيشن وعليه بال سايز اوف اكشن بوتنشال، يعني الميجر افكت هنا على الاكشن بوتنشال، انما هنا كان على البولارايز ستيت، وليتل افكت على الريستنج ميمبر بوتنشال. والعلاقه قلنا طرديه، ان السايز اوف اكشن بوتنشال بيتناسب مع الصوديوم كونسنتريشن في الاكسسوار فلويد. في الهايبوناتريميا الاكشن بوتنشال بيبقى ضعيف، في الهايبرناتريميا الاكشن بوتنشال بيبقى قوي. ولا تنسى ان اهم عين بيأثر في الاكسيتابيلتي هو، اسمع منكم، ايونايزد كالسيوم، والارجوحه العكسيه زاد الايونايزد كالسيوم منع دخول الصوديوم، منع الكهرباء، منع الاستجابه. نقص الانايز كالسيوم تدفق الصوديوم اكتر من خلال فولتج جيتد صوديوم شانلز، بقت الكهرباء اكتر، بقت الاكسيتابيلتي اكتر. يبقى ما يقول لي سؤال اكسيتابيلتي مين اهم عين، ما اقراش اخد الكالسيوم. لما يقول لي سؤال بولارايز ستيت او ريستنج ميمبر بوتنشال مين اهم عين، بوتاسيوم. لما يقول لي الاكشن بوتنشال مين اهم عين، اقول الصوديوم لان تاثيره قليل على الريستنج ميمبر بوتنشال. نيجي بقى للسؤال الاخير يا اولاد في المراجعة الطويلة دي، بس قلنا عشان نخلص لكم كل حاجة. ناخد الكوندكشن بقى اللي هي الخاصية الثانية. قلنا ان النيرف هاز جوت تو بروبرتيز، اكسايتابيلتي، وكان معاه المسل كمان بتعمل اكسايتابيلتي، وكان هما ذا موست اكسايتابل تيشو اللي هما النيرفز والمسل سيلز. لكن النيرف عندها خاصية بقى تتميز بيها ثاني كويسة، اللي برضه موجودة في المسل بس موجودة في النيرف بعمق، اللي هو الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي كده حالا دلوقتي فين الكوندكتيفيتي؟ الكوندكتيفيتي اي لا اله الا الله. كوندكتيفيتي هتجيلنا كسؤال سابع نظري مهم والسؤال، او تجيلنا بعنوان اخر بروباجيشن اوف اكشن بوتنشلز، وده اسهل اسئله الحقيقه. طالب الممتاز يقول ان الكوندكتيفيتي او البروباجيشن يوجد نوعان من الاعصاب، يا ان مايلينيتد اللي هي ممكن نقولها نون مايلينيتد، الاثنين صح، اللي هي جروب سي نيرف فايبر، يا اما مايلينيتد نيرف فايبرز اللي هو الثيك مايلينيتد اللي هو الاي، والثين مايلينيتد اللي هو البي. فالسؤال ينقسم الى قسمين. دلوقتي هنيجي كالاتي يا ولاد، عد معايا الجمل. الريستنج بارت اوف ذا نيرف بيبقى في البولارايزد ستيت، يعني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، واحنا بنهتم بجوه، ف
فجوه بينقص 90 عن بره لو بنتكلم على الاي الفا، بس احنا دلوقتي امانيتد فمش هنحط رقم. يبقى هنقول ان الريس في الريستنج ممبر بوتنشال النيرف بيبقى في البولارايز ستيت، يعني بره بوزيتيف جوه نيجاتيف. الجمله الثانيه، الاكتيف بارت اوف نيرف اللي هو خد الاستيمولس فتح الفولتج جيتد صوديوم شانل، دخل الصوديوم، خلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، عمل دي بولارايزيشن. يبقى الجمله الاولى الريستنج في البولارايز ستيت، الجملة الثانية الاكتف في الديبولاريزيشن. الجملة الثانية اللي هتقولوها بقى نيجاتيف جنبي بوزيتيف تشارجز، تتوقع ايه اللي يحصل؟ طالب قال لي النيجاتيف هيسحب البوزيتيف، يبقى اهم كلمة هنا هتقولها ان هيحصل لوكال، اهم كلمة جاية بقى في الام اس كيو، باسيف سيركت، لان النيجاتيف يسحب البوزيتيف دي مش عاوزة طاقة، هيحصل لوكال باسيف سيركت. دي الجملة الثالثة. الجملة الرابعة، لما اسحب البوزيتيف اسحب البوزيتيف، طالب فاكر انا قلت ان الاوتر ما عليهوش بوزيتيف فقط للاوائل، عليه بوزيتيف اكثر، فما شد بوزيتيف اشد بوزيتيف اشد بوزيتيف، البالانس يروح ناحيه ان الممبر يصبح مور نيجاتيف، وهو المطلوب، فما يصبح مور نيجاتيف عندي بولاريزيشن، لما نوصل فارينج ليفل يطلع اكشن بوتنشال. يبقى نجحنا في نقل الاكشن بوتنشال خطوه ان سو اون. شفتوا سهلة ازاي؟ ده البروباجيشن في الامينيتد نير فايبرز. يبقى اربع جمل، تاني يا اولاد في عجالة، يبقى الريستنج بارت في البولاريز ستيت، الجملة التانية الاكتف بارت في الديبولاريز ستيت، اهم جملة هي دي اللي عليها النمرة، ان النيجاتيف يسحب البوزيتيف بيحصل لوكال دائرة موضوعية سلبية، لوكال باسيف سيركت. النيجاتيف يسحب البوزيتيف، الجملة الرابعة الاهم، فالحتة الريستنج تبقى نيجاتيف لما توصل فارغ ليفل تدي اكشن بوتنشال وهكذا ان سو اون، دي تسحب اللي بعدها. طيب وبيقولوا الفيلوسيتي دايركتلي بروبورشنال، هنشوف بعد شويه الايه. انا عاوز اقول لكم حاجه زملاء الاصغر سنا، حقيقه الامر يا اولاد الاكشن بوتنشال ما بيمشيش، الاكشن بوتنشال هنا بيولد نيو اكشن بوتنشال هنا، هو ما مشيش خالص، هو الاكشن بوتنشال سحب النيجاتيف سحب البوزيتيف فبقى هنا نيجاتيف فطلع نيو اكشن بوتنشال وهكذا، نيو اكشن بوتنشال يسحب البوزيتيف فيبقى هنا نيجاتيف يطلع نيو اكشن بوتنشال. فاكشوالي تعبير بروباجيشن او كوندكشن اوف اكشن بوتنشال ده بنقوله وكل العالم متعارف عليه، لكن حقيقه الامر الاكشن بوتنشال لا يسري، انما هو بيطلع نيو اكشن بوتنشال. طالب قال لي قول لنا تشبيه طفولي كده فهمونا بيه. ساعات تبقى في مربع كده فيه مصابيح، وبالكمبيوتر المصباح ده ينور واللي جنبه مطافي، وبعدين ده ينور ده يطفي، وبعدين ده يطفي واللي جنبه ينور، فحضرتك لما تبص المربع ده اللي فيه اللمض دي بتنور وبعديها الثانيه وبعديها الثالثه، بيتصور ان الضوء بيجري، صح؟ اهو ده بالظبط الاكشن بوتنشال، ان انت تخيل لما تبص على النيرف لقيت الاكشن بتنشئ هنا وبعدين بقى هنا وبعدين بقى هنا، فانت بتتصور ان حصل كوندكشن حصل بروباجيشن الاكشن بتنشئ، مع ان حقيقه الامر دول نيو اكشن بوتنشلز. هاوفر هنحتفظ بالتعبير بروباجيتد او كوندكشن اوف اكشن بوتنشال. طيب نيجي بقى في المايلينيتد نير فايبرز، نفس الكلام هو مع فروق بسيطه جدا، انه في المايلينيتد نير فايبر بتبقى حواليها مايلين شيث اللي هو معمول من ميكتشر اوف بروتين وفوسفوليبيد، معلومه في الام اس كيو هنا اكتر في نورث امريكا، اني نوع في الفوسفوليبيد سفينجومايلين، يبقى هي خليط من بروتين وليبيد زي اي سيل ممبرين يعني، ومعظم الفوسفوليبيد هنا بيبقى سفينجومايلين، وشغلتها انسوليتور، بتمنع ان الايونز تتبادل، بتقلل الاين كوندكتنس 5000 مره. فورشنتلي انها انتربتد عند النودز فرانفير، عند النودز فرانفير مفيش مايلين شيث وبالتالي في اين اكشينج، تمام؟ البرميابيلتي للاين 5000 مره اكتر. ولا تنسى مين اللي بيعمل المايلين شيث، فاكرين الخليه اسمها ايه؟ شوان سيلز. ولا تنسى ان في الامايليتد في شوان سيلز، لان النيورال امال شيث ده عباره عن شوان سيلز،
ولكنها ان اكتف. كل دي جمل في الام اس كيو براجع اللي فات اهو. يبقى هنا اللي بيعملها الشوان سيلز، هل طب الاميليت اللي ما عندهاش شوان سيلز ما عندهاش شوان سيلز؟ لا، عندها ان اكتف، ان اكتف شوان سيلز. طيب تعال نقول نفس الجمل بقى، نفس الجمل بس بدل ما اقول ريستنج بارت هقول الريستنج بارت بتبقى في النود، بدل البارت اقول نود، الريستنج نود اوف رانفير بتبقى في البولاريز ستيت، الاكتف نود بتبقى في الدي بولاريزيشن. نفس الجمل، يبقى الريستنج نود في البولاريز ستيت بره بوزيتيف جوه نيجاتيف، الاكتف نود دي بولاريزيشن بره نيجاتيف جوه بوزيتيف. انتوا عليكم الجمله الثالثه بقى، ان النيجاتيف تشارجز هتاتراكت البوزيتيف تشارجز. افتحوا لنا بقى الجمله المهمه جايه، but the positive charges, the positive charges have to jump long interval، لازم تنط قفزه طويله over the mirin sheath. فعشان كده بقى conduction by jumping، فعشان كده اهم كلمه اللي هي تعادل هنا local passive circuit الكوندكشن، دي اهم حاجه في الام اس كيو، بتيجي باي سالتاتري، سالتاتري كوندكشن، الكوندكشن بالقفز، بالقفز سالتاتري كوندكشن. فلما تسحب البوزيتيف نفس الجمل، يبقى الريستنج نود فرانفير بقت نيجاتيف، لما تبقى نيجاتيف توصل فارنج ليفل تطلع اكشن بوتنشال، انتوا فاهمين بس ما تقولهاش نيو اكشن بوتنشال اند سو اون. طب ايه ميزه المايلينيتد عن الامايلينيتد يا ولاد؟ طالب قال لي طبعا لما نط نطه طويله هتبقى مور فيلوسيتي اب تو 50 تايمز، السبيد بتاعها اكتر من الامانيتد 50 تايمز فولز، يبقى الفيلوسيتي بتاعت سالتاتري كوندكشن ممكن تزيد 50 مره عن الامانيتد. تمام. طب النقطه الثانيه ودي صعبه شويه فيها، انها التكس ليس انرجي، تاخد طاقه اقل. هنا في نقطتين عاوز اقولهم. النقطة الأولى من الحياة يا أولاد، في الحياة لما أدوس على البدال بتاع الجاز بتاع البنزين العربية تمشي أسرع بس هتستهلك وقود أكتر، ده في الحياة. إنما عند ربنا شوف العظمة، المايلينيتد أسرع أسرع وبتستخدم وقود أقل. خبر يعني حاجتين، إيه العظمة وراء الخلق الإلهي ده؟ طالب قال لي من فضلك السؤال التاني بقى اللي عاوز أقوله، انت قلت لنا ان نيجاتيف يسحب بوزيتيف دي باسيف، فين الطاقه هنا؟ ليه بيقول الكوندكشن والبروباجيشن اوف اكشن بوتنشال في الام اس كيو، في الام اس كيو از ان اكتف بروسيس ولازم نجاوبها صح انها اكتف، مع ان في الشرح انت بتقول نيجاتيف بيسحب بوزيتيف دي عمليه باسيف. فقلت للطالب طب اقول لك حاجه لطيفه قوي قوي، كل نقطه، كل نقطة بيمر بيها الاكشن بوتنشال بيعمل ايه؟ هو ازاي بيعمل ديبولاريزيشن يا ولاد؟ بيدخل الصوديوم. وازاي بيعمل ريبولاريزيشن؟ بيخرج البوتاسيوم. تمام؟ اهو حتى انا رسمتها لكم في عجالة كده على ورقة. يبقى الديبولاريزيشن دخل الصوديوم جوه، والريبولاريزيشن خرج البوتاسيوم بره. يبقى حقيقة الأمر كل نقطة بيمر بيها الأكشن بوتنشال بيلخبط التركيب الأيوني عندها، لأنه خلى جزء من الصوديوم، قلنا جزء في ريفرسال اوف بولاريتي اند نوت كونسنتريشن، في شوية صوديوم صغيرين دخلوا جوه مع إن موقعهم الأساسي بره، والريبولاريزيشن شوية قطرة بوتاسيوم، قطرة مش كل البوتاسيوم خرج، مفيش ريفرسال اوف كونسنتريشن، ريفرسال اوف بولاريتي، شوية بوتاسيوم خرجوا بره مع البوتاسيوم المفروض يبقى جوه. طب جاوبني انت بالله عليك، مين هيرجع الصوديوم في مكانه بره والبوتاسيوم في مكانه جوه؟ طالب قال لي بس صوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى الكوندكشن نفسه مش عاوز طاقه، بس بسببه، بسببه بتفهم عربي، اتلخبطت ترتيب بعض الايونات، اصبح في شويه صوديوم جوه مع انه المفروض يبقى بره مع الديبولاريزيشن، وشويه بوتاسيوم بره مع انه المفروض يبقى جوه مع الريبولاريزيشن، واللي هيرجع دول هو الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي عاوز طاقه. طالب قال لي ما تشبهها لنا تشبيه تاني الطف شويه. تعالى تشبيه طفولي لطيف قوي، انا قلت لكم يا اولاد ايه رايكم؟ انا عازمكم كلكم تجولي هنا يعني تزوروني والاكل عليا، ما فيش حاجه خالص، انا اللي هجيب كل، ما حدش يجيب حاجه معاه. يبقى
او الاسف قلت لكم كل واحد يجيب اكله، فانتوا كل واحد جاب اكله، يبقى ثيوريتيكالي انا اتكلفت حاجه في العزومه دي، انا قلت تعالوا عندي البيت بس كل واحد يجيب معاه اكله، يبقى نظريا انا ما دفعتش حاجه. حقيقه الامر ادفعت. ليه بقى؟ لان حضرتكم جيتوا جايبين اكلكم وكلتوه، العمليه انا ما دفعتش في الاكل، بس بعد ما مشيتوا لخبطتوا لي كان البيت، فاستقدمت ناس دفعت لهم فلوس عشان يعيدوا تنظيم الاشياء اللي هي عندنا الايونات، فيبقى العزومه دي كلفتني، يبقى العزومه دي بفورميزا اكتف، مع ان العمليه نفسه الاكل نفسه انا ما دفعتش فيه حاجه، لكن دفعت في الافتر ميس، في اللخبطه اللي بعد كده، خلاص اللخبطه اللي حصلت بعد هذا الكلام. فعشان كده قلنا العمليه اكتف. طب معايا بقى بذكاء، في المايلينيتد نيرف بيتلخبط فقط النودز فرانفير، يبقى عشان كده بحتاج ليس انرجي، انما في الانمايلينيتد لخبطه بطول النيرف، في تبادل ايونات، يبقى اللخبطه بطول النيرف فبحتاج مور انرجي، يبقى سرعه اقل ومور انرجي، انما هنا السرعه اكتر لانها سلتتري كوندكشن والاستهلاك اقل، لان تخبطت الايونات بتحدث فقط على النودز فرانفير واعاده ترتيبها بالصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو اكتف. فتبقوا عارفين هذا الكلام يا اولاد، فده كلام مهم جدا. نيجي بقى في سؤالين مهمين في الام اس كيو، ان كل ما زاد الديامتر بيزيد الفيلوستي. ليه؟ لان كل ما بيزيد الثيكنس بتاع المايلين شيث بيزيد معاها الانتر نودال ديستانس، المسافه ما بين التو نودز، وعليه بيزيد مسافه القفزه، وعليه بيزيد السرعه. تاني، يبقى زياده الديامتر نمره واحد بتزود المسافات بين النودز نمره اثنين، وعليه القفزه تبقى اطول نمره ثلاثه، وعليه السرعه تبقى اسرع. فقالوا دي سؤال ام اس كيو، الفيلوستي في المايلينيتد از دايركتلي بروبورشنال تو ذا دايامتر، دايامتر اوف نيرف فايبرز. في النقطه الصعبه، في الانمايلينيتد الفيلوستي اوف كوندكشن، الفيلوستي اوف كوندكشن از دايركتلي بروبورشنال برضه، بس مش للدايامتر، تو ذا سكوير روت دايامتر اوف ان مايلينيتد. ده يا اولاد كان اخر سؤال نظري مهم، اللي هو الكوندكشن او البروباجيشن اوف اكشن بوتنشال. لا تنسى هنا اللوكال باسيف سيركتس، وهنا كلمه سنتات الكوندكشن، ولا تنسى ان ده الفيلوسيتي 50 تايمز فولز مور رابيد وات تيكس ليس انرجي. طب عاوز حاجه برضو عشان ابقى غطيت كل النقط، طب ايه الميزه في الانمايلينيتد؟ يعني الانمايلينيتد يتميز بايه عن المايلينيتد؟ انا حتى الرسمه دي يعني مش هتدي الإجابة أو الانطباع اللي أنا عاوزه. أدي أولاد ال أمايلينيتد باللون الأسود، وهحط المايلينيتد باللون الأسود، وهرجع أحط عليه تاني المايلين شيث باللون الأحمر، عشان دي هتبقى رسمة معبرة أكتر اللي أنا عملتها لكم دلوقتي في عجالة كده. إيه رأيك؟ إيه الميزة بتاعت الأمايلينيتد؟ بص كويس الصورة. It takes less space. بياخد مساحة أقل، وإحنا عندنا مشكلة في المساحات في الجسم. المايلينيتد عربية بتمشي أسرع وبتستهلك وقود أقل، بس بتاخد مساحة كبيرة جدا. إنما الأمايلينيتد بتاخد مساحة صغيرة، عشان كده سيربرايزنج، وبقولها للزملاء الأصغر سنا، إن برغم إن المايلينيتد هي الأحسن سرعة واستهلاك الوقود أقل، إلا إن ربنا عاملهم أقل، لأن بياخدوا مساحة كبيرة جدا في الجسم، وإحنا قلنا كل الجسم عندنا زحمة، حتى جوه الخلايا في زحمة بالأورجانيلز، فعش كده الأكثر شيوعا هو النوع اللي يبدو أسوأ، اللي هو الأمايلينيتد، اللي بيمشي بسرعة أقل ويستهلك وقود أكتر بس بياخد مساحة أقل. يا أولاد شوية نوتس في الام اس كيو، كنا قلنا قبل كده يا أولاد، قلناها قبل كده فأقولها في عجلة، إنه النيرف فايبرز عندنا 3 تايبس، A اللي هو thick myelinated وبيرجع ينقسم لألفا وبيتا وجاما ودلتا، وB اللي هو thin myelinated وC اللي هو unmyelinated، وحطينا الجدول ده بنقسم الفايبرز حسب حاجتين يا أولاد، الدياميتر والفيلوستي اوف كوندكشن، يعني التقسيم انا بقول لك الكلاسيفيكيشن ده according to A to diameter and velocity of conduction. انا هسيبها لاني قلتها قبل كده، الدياميتر هنا 2 ل 20 مايكرونز، 1 ل 5 مايكرونز، اقل من 1 مايكرونز، والفيلوستي
قلنا هنا 20 ل 120 متر في الثانيه في ايه، هنا 5 ل 15 متر في الثانيه، هنا نص ل 2 متر في الثانيه. العدد الجميل بقى اللي حفظته لكم هو ده اللي هقوله ببطء يا اولاد، اللي هي 1/10 مية. السي 1 متر بير سكند، البي في المتوسط 10 متر بير سكند، الاي في المتوسط 100 متر بير سكند. حفظتها الاجيال وبالرقم ده تحل اي سؤال ام اس كيو، لان قلت لاحظ ان الواحد اللي هي الافرج هي ما بين الاثنين دول، والعشرة والمية، 1/10 متر بير سكند. وقلت دي الطريقه الالمانيه. طب السبايك ديوريشن قلت لكم يا اولاد 100% لما حاجه اسرع منطق يا اولاد جاوبها انت، تاخد وقت ايه الاسرع يستغرق وقت اقل. فيبقى الاسرع اللي هو الايه 100 متر في الثانيه ياخد السبايك بتاعه اللي هو الاكشن بوتنشال ياخد اقل وقت. السبايك بتكلم على السبايك مش الهايبر بولاريزيشن، السبايك اللي هو عباره عن الرابيد دي بولاريزيشن والرابيد ريبولاريزيشن، حتى مش دي وري، اللي هو الرابيد دي والرابيد ري، الرابيد للطالب الممتاز دي بولاريزيشن والرابيد ريبولاريزيشن، حتى هنا حفظناها بطريقه لطيفه. الاسرع ياخد وقت اقل، نص 1/2، يعني هنا 1/10 مية، هنا نص 1/2 ملي سكند. طب ادينا امثله، امثله بس. الايه احنا اسرع حاجه يا اولاد هي السوماتيك ايفرين فايبر اللي بتغذي السكيليتال ماسل، دي واخده اسرع فايبرز اللي هي الايه. وافتكر احنا في الاولمبياد المسابقات في السرعه بين ايه، بين السكيليتال ماسل اللي هو ليه سموها سوماتيك، عشان بتحرك السوما، سوما يعني جسم، فالسوماتيك ايفرنت اللي بتحرك السكيليتال ماسل دي احسن حاجه، اسرع حاجه الايه. الاوتونوميك ايفرنتس في بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، البري بي حتى قلت لكم والبوست سي فايبرز، حتى قلنا البري قبل البوست، وهبقى فاهمها لكم في الاوتونوميك ليه، طبعا الفهم اللي وراء الخلق خالق، البري بي والبوست سي فايبر ده احسن ايفرنت في الاوتونوميك. اكتر سؤال بيجي بقى في الام اس كيو موستلي سنسيبلي مين، فبقول يا اولاد احنا عندنا سي وبي واي. سنسيف للوكال انستيجيا زي الكوكايين، والهايبوكسيا نقص الاوكسجين والبريشر بدرجات متفاوته. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه تاثر على نوع من الاعصاب ولا تؤثر، لا تؤثر على النوعين الاخرين. حقيقه الامر ان كل حاجه بتاثر على كل الانواع ولكن بدرجات متفاوته. فتعال نفكر مع بعض، لو انا دهنت كوكايين للثلاث اعصاب اللي هو السي والبي والاي، دهنتهم الثلاثه بكوكايين، او شايف الشرطه اللي فوق دي الشخبطه اللي فوق دي هي الدهان، تفتكر هينفذ لمركز ايهما اولا؟ هينفذ لمركز السي قبل البي قبل الاي، وعليه الكوكايين هياثر اكتر حاجه، شوف باللون الاسود ده اكتر حاجه هياثر في السي ثم البي ثم الايه. وده ثانك جاد يا اولاد ان الفايبرز دي يعني كل حاجه وراء الخلق خالق، اللي بتشيل احساس الالم واللي هي من اجليها بندي اللوكال انستيجيا هي سي فايبرز، اللي بيشيل البين هو السي فايبر. يعني ربنا قدر الداء فصنع الدواء، فخلى اللوكال انستيتكس تؤثر اكتر في السي منها في البي منها في الايه، السي اللي هي بتاعت البين. يبقى ال 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 اللوكال انستيتيك اهي بتاثر، لو بصيت كاتبها هنا بطريقه ثانيه، اللوكال انستيتيك في السي اكتر من البي اكتر من الايه، بينما البريشر اللي هو هيقلل بلاد سبلاي هياثر في الايه اكتر من البي اكتر من السي، لان 100% الايه كبيره يبقى محتاجه دم اكتر من النوعين الاخرين، فهي لا تتاثر اولا بالضغط اللي هيضغط على الفيسل اللي هيقلل بلاد سبلاي، فالايه تتاثر بالبريشر اكتر من البي اكتر من السي، اما الهايبوكسيا تاثر في البي اكتر بالايه اكتر من السي. اللي اقصده يا اولاد ان مش حاجه بتؤثر في كل نوع، انما كل شيء بيؤثر في الانواع الثلاث، تفهم عربي، بدرجات متفاوته. فاللوكال انستيتكس اللي هي الكوكين تاثر في السي اكتر، حتى السي مع السي، كوكين في السي كوكين في السي، ودي نعمه ربنا ان السي ده بتاع البين. البريشر اكتر على الايه، الهايبوكسيا اكتر على البي. اخر سؤال في الام اس كيو يا اولاد اللي هو
النيوروتروبينز. بيجي سؤال ام اس كيو رزل. النيوروتروبينز كما يبدو من الاسم علمتكم اي ان يعني بروتين. تروفيك يعني مغذي. نيورو يعني نيرف. خلاص يبقى الكلمه سيلف اكسبلاناتوري، هي بتفسر روحها. بروتين نيسيسري فور نيورونز، نيوروتروفين يعني بروتين مهم لتغذيه النيرف. هو اكشلي مهم للجروث والديفلوبمنت والسرفايفل وحياه النيورونز. بروتين هو ده غذاء النيورونز، من غيره ما تنموش، ما يحصلش جروث، من غيره ما يحصلهاش ديفلوب، من غيره ما تحصلهاش سرفايفل. يبقى النيوروتروفينز ده بروتين اهو اي ان، تروفيك مغذي للنيورونز، والغذاء مهم لايه يا اولاد؟ قلنا للجروث والديفلوبمنت والسرفايفل. مين اللي بيعمله بقى؟ سيكريتد مش بالنيرف سيلز، مش بالنيورونز، بالجلايل سيلز اللي اتكلمنا عليها، اللي هي الخلايا الغرائيه اللي كانوا زمان فاكرينها مجرد كونكتيف تيشو، لكن ثبت دلوقتي انها مهمه في حاجات كتيره من الكوميونيكيشن، وهي مهمه في السرفايفل بتاع والديفلوبمنت والجروث بتاع النيورونز. اللي بيعمله هو الجلايل سيلز وايفن الماسل سيلز واذر سيلز. طب هو مهم للنيورونز وبيتعمل بخليه ثانيه اللي هي الجلايل سيلز او الماسل سيلز او اذر سيلز. طب بتاخده ازاي؟ زي ما احنا بناخد بناكل حاجه، فهو بيبقى انترنالايزد، يعني بيبقى بره النيورونز ويدخل انترنال جوه النيورون، انترنالايز وترانسبورتد يعني يتنقل ريتروجريد في الاتجاه العكسي تو نيرف سيل بادي. ما اللي عاوزاه النيرف سيل بادي، يعني بص معايا، لنفرض دماغي دي هي النيرف سيل بادي وجسمي ده الاكسون، في الاشارات العصبيه بتطلع من النيرف سيلز وبتمشي في الاكسون، تمشي كده، لكن الماده المهمه للتغذيه بياكلها الاكسون، يدخل جوه الاكسون انترنالايز وتمشي عكس الاشارات العصبيه، ريترو يعني خلف، ريترو جريد للنيرف سيلز اللي هي محتاجه الغذاء ده. يبقى النيورو انا النيرف سيلز، النيوروتروبينز ده بروتين مهم لغذاء النيرف سيلز وعليه الجروث والسرفايفل والديفلوبمنت، بتعمله خليه ثانيه اللي هي الجلايل سيلز، ماسل سيلز، اذر سيلز، وبعدين يحصل له انترنالايز، يدخل جوه الاكسون ويمشي ريترو جريد. كل دي جمل في الام اس كيو. انترنالايز صح، يمشي ريترو جريد للنيرف سيلز صح، اللي بتعمله مش النيرون صح، بتعمله نيرونز اخرى. مهم للكلام ده. بكده يا اولاد انا عارف ان طولت عليكم، بس يعني ده كان لازم نخلص النيرف في الريفيجن. لو عاوز تسمع بتفصيل اكتر ترجع للمحاضرات الاساسيه، وان كنت بعتقد ان الكراش كورس والريفيجن كورس مركز اكتر شويه. في النهايه بشكركم على حسن انصاتكم وعلى وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، وبذكركم مرة أخرى هذه المحاضرات يا أولاد هي لصالح الأطفال، المرضى، المعوزين، المحتاجين. وكل رسالة حضرتك هتبعتها لأبو الريش أو حتى لـ 57357 مبلغها ضئيل جدا، بليف مي ما يصلحش دلوقتي لأي حاجة. يعني لو نزلت بمبلغ الرسالة لو حاولت تشتري أي حاجة مش قيمة، ويا ما بنعمل رسائل تافهة. هذه الرسالة اللي هتبعتها واللي قدر قليل ممكن تبقى معونة كبيرة، لأنها زي ما بقول رسائل كثيرة من حضراتكم، البحر عداده من نقاط، نقاط كثيرة يا أولاد هتساعد الأولاد دول، وهتبقى سبب حاجة جميلة. وربنا أنا متأكد أمشور كل واحد، ده وعد إلهي أن ربنا بيجازي من أحسن عملا. كل واحد بيساعد، أحسن عمل أنك تساعد الآخرين، يعني أهم من أنك تساعد نفسك أنك تساعد الآخرين. فما استحق أن يولد من عاش لنفسه. وفي النهاية يا أولاد سعدت بكم وألقاكم على خير قريبا جدا في برانش جديد. شكرا وجزاكم الله خيرا على تعاونكم ومعونتكم للأطفال المعوزين دول. شكرا.